اوكي، بلش التسجيل. تمام، الله يعطيكم العافية الصبايا اللي معاي، واللي مش معاي حيحضر الفيديو مسجل، حياكم الله. اليوم ان شاء الله راح ابلش معكم في الفيديو الاول من محاضرة او سيستم الرينال سيستم او اليورينري سيستم، تمام، اللي هو المصاص محمد. طبعا السيستم الجهاز البولي راح ناخذ عن كل تفاصيله تقريبا، غالبا راح يكون معنا هو عبارة عن 3 اجزاء، غالبا راح اشرحه، وراح ينزل ان شاء الله الشريح اول باول، وكل فيديو اعمله بنفس الوقت اللي بجهز فيه التفريغ. تمام، طبعا اعرفكم عن حالي في البدايه للي ما بيعرفني، سواء من دفعتي او من الدفعه الاخرى اللي منزل في السيو. انا عماد عاصي، طالب صيدله سنه اولى في جامعه العلوم والتكنولوجيا، ومعي شاب صديق محمد رداد. ان شاء الله راح اشرح الماده الفاينل معاك. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم، نبلش. اول شيء نبلش نحكي عن بشكل عام، في عندي وظائف عامة للرينال أو يورينري سيستم. طيب، قبل ما أبلش أحكي عن الوظائف وغيره، بدي بس أحكي تفصيلة بسيطة عن العنوان. العنوان لو تنتبهوا معي أنا إيش حاطه، رينال أو يورينري سيستم. يورينري سيستم أغلب كل فاتح المايك عنده بس يطفيهم بعدين منكم. أتوقع إنك فاطمة أنت اللي فاتحته. أوكي تمام. اللهم صل على رسول الله محمد. الرينال، ايش معنى رينال فعليا؟ رينال معناها كلوي من الكليه او الكلى. تمام، يورينري، طبعا سامحوني على الخط مش مشكله، انه اوريدي كاتب كل شيء، بس هاي كملاحظات حكيت في البلا. يورينري بولي. طب يا عماد، هل انا بحكي على سيستم او جهاز البولي ولا الجهاز الكلى او الكلوي مثلا؟ فعليا هم متصلين ببعض. تمام، يحتسبوا خلينا نحكي زي كأنهم جهاز واحد. ليه؟ لأنه الاثنين متصلين ببعض، يعني اللي بيصير هون فعليا تأثيره على الثاني. تمام، طيب بسم الله نبلش على الخفيف. أول شيء نبلش بشكل عام عن وظائف يورينري سيستم. تمام، أول شيء عندي وظائف تنتين رئيسيات، أنا بحكي مش الوظائف اللي قدامكم، هاي رئيسيات. أول شيء اكسرتوري فانكشنز، اللي هي الوظائف الافرازيه، او الاندوكراين فانكشنز، تمام، اللي هي مبينه بالالوان الاخضر، هاي 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 هاي. حلو، طبعا انا ورا كل موضوع بسيط انا لخصت لكم اياه، اوريدي طبعا الشرح موجود قدامكم فعليا، حتى تقريبا بالعربي اغلب الامور. ففعليا انا راح تصف الموضوع بس اذا في فكره مبهمه، لانه اوريدي انا شارح كل شيء وكل شيء مشروح، يعني شارح حاله لحاله التفريغ. تمام، طيب اول شيء من الاكسكريتوري فانكشنز، اللي هي الوظائف الافرازيه لليورينري سيستم. اول شيء بحكي لك contributing to homeostasis. الهوموستاسيس اذا بتتذكروا كانت هي اول ليكتشر عندنا في الفيسيو في الفصل هذا. تمام، كيف بدي اللهم صل محمد اعمل contributing للهوموستاسيس؟ من خلال فعليا هي الخطوات اللي تحتيها، هي كلها بتحافظ على الهوموستاسيس تبعت الهيومن بينج، تبعت الانسان. تمام، طبعا الهوموستاسيس للتذكير معناها الاتزان، خلينا نحكي اتزان الجسم الداخلي زي كانها. تمام، طيب هي تعتبر الفانكشنز، ولكن تقريبا تحتيها النقاط هاي كلها زي كانهم بيشرحوها لو تيجوا فعليا يعني. تمام، طيب النقطة الثانية maintaining the proper osmolarity of body fluid. كلنا بنعرف انه فعليا سوائل الجسم او السوائل بشكل عام دائما بتنتقل بالخاصية الاسموزية من التركيز الاعلى للتركيز الاقل. تمام، طيب انا في الجسم برضو عندي سوائل، فراح يصير عندي خاصية اسموزية، انا كيف بحافظ على الهوموستاسيس؟ تمام، فعليا انه انا maintain the proper osmolarity of blood fluid، بحافظ على الاوزمولاريتي، شو اسمه اللهم صل محمد، الاوزمولاريتيه او الاسموزيه. تمام، في اللهم صل محمد يعني رينج قريب من بعضها، عشان ما يصير عندي انتقال بين الاملاح من مكان لمكان، فبالتالي يصير عندي في مكان تركيز عالي للاملاح او تركيز قليل للماء بسبب انه كثره الاملاح، فانه يعني تموت خلايا او ياثر على الجسم سلبا. طيب انا مفصلها بزياده تحت هي، كيف انا فعليا، انا هذا حكيته بشكل عام، احنا فسيولوجيا احنا شو يعني كماده بلزمنا انه انا how I maintain the proper osmolarity of blood body fluids by getting rid of Na plus and many other stuff but it's just an example. طيب ايش يعني؟ انا فعليا بحافظ على الاسموزيه بالعربي مثل الاسمولاريتيه، الاسموزيه بحافظ عليها مثلا ريد ريد معناها اتخلص. تمام، كيف انا بتخلص من الان اي بلس مثلا من الخلايا؟ ليه؟ لانكم كلكم بتعرفوا جوا الخلايا اصلا بنكون احنا بشكل عام عندنا كي بلس مش الان اي بلس. تمام، وفي عندي مواد او ماتيريالز ثانيه، بس الان اي بلس هي فقط كمثال. تمام، ولكن في اكثر شغله ممكن اتخلص منها، مش انا بس عندي في الجسم انا بلس واتخلص منها وهي كل شغلتي، لا، في عندي شغلات كثير.
تمام. طيب اثنين، عفوا ثلاثة، بحكي لي مينتيننج ذا بروبر بلازما فوليوم اللي هي بين قوسين التو باعتبار مينتين ذا بلاد بريشر. كلنا بنعرف فعليا في الارتريز تبعتنا الشرايين عندنا ضغط للدم معين احنا لازم يعني الجسم يحافظ عليه، اكثر من هيك ممكن يقدر يتفجر الشرايين، واقل من هيك الدم ببطل يمشي في الجسم، يعني ممكن توصل فيك انه لكوما انه يغمى عليك مثلا. تمام. فبرضه الاكسكريتوري فانكشنز لليورينري سيستم من ضمنها انه هي بمعنى اخر تحافظ على البلاد بريشر، تمام، يكون منيح. كيف برضه انا من الامور اللي بتحافظ على البلاد بريشر، يعني هاي من الاشياء الاساسيه بتحافظ على ضغط الدم يضله مثلا ممتاز، انه انا اقوم بفلتره او تنقيه الدم، تمام، عن طريق ايش؟ الجلومرولس. بصراحه قراءتها سيئه يعني، جلومرولس تمام. الجلوميرولس هي راح ننزل لتحت نحكي عنها بالتفصيل بزياده، حاليا انتم احفظوها كمان لتحت راح تفهموها، راح تفهموا هي من وين اجت وتفصيلتها وكل شيء، تمام؟ طيب انا حاط لكم كمان تحتها ملاحظه بسيطه، بحكي لكم when the blood pressure is high filtration rate increases، تمام؟ طيب ليش؟ انا بالمنطق انا بحكي لك صار عندي ضغط الدم عالي، تمام؟ فزادت نسبه الفلتره او زادت سرعه عمليه الفلتره عندي، ليش؟ طب ليش بتزيد الفلترة؟ شو دخلها؟ ليه؟ لأنه لما يزيد ضغط الدم فعليا بالشرايين هذا الإشي خطر، ممكن يؤدي لتفجر الشرايين. فليش أنا بزيد عملية الفلترة؟ أنا هسه حكيت لكم فوق من أهم الأشياء اللي بتحافظ على البريشر تبع البلد عندي يكون يعني متوازن أو ثابت، تمام، الثابت للحد الطبيعي تقريبا، يعني إنه أعمل الفلتريشن. طب لما يزيد عندي البريشر الفلتريشن لازم تزيد عشان يرجع يقلل الفوليوم تبع البلازما والانكريز فوليوم اوف يورين. كيف يعني؟ طب عماد انا لسه ما فهمت، شو دخل هاي في البريشر تبع البلد؟ البلد زي ما احنا عارفين كلنا هو بنقل شو اسمه العناصر الغذائيه او النيوريتنتس، تمام، العناصر الغذائيه لانحاء الجسم، وبعمل باعتبار تبادل مع الكابيلاريز والكابيلاريز دودر التشوز والى اخره، بس هاي مش موضوع. ولكن هو لما ينقل هاي الاشياء، هاي الاشياء ممكن قد تحتوي بعض المرات على يعني فضلات، او مش هو طبعا مش بنقل يعني مش انا باخذ بودي فضله للتشو تبعتي، لا، ولكن انا مثلا خلال الدوره طبعا زي ما انتم عارفين بعطي يعني التشوز تبعتي العناصر الغذائيه باخذ منها الفضلات تبعتها، مثلا زي السي او 2 بتظهر من الاشياء اللي لازم تخلص فيها من الجسم، تمام، كمثال انا بحكي فقط. فهاي الفضلات بتاثر على ضغط الدم، فانا كل ما يكون عندي فلتريشن اعلى، الريت تبع الفلتريشن اعلى، بصير عندي عمليه تنقيه اكثر للدم، بضل الدم بشكل عام يعني الاشياء اللي فيه عناصر غذائيه شغلات مفيده ما بتضر الدم او ما بتضر ضغط الدم في الاحرى جوا الشرايين، فبحافظ على البريشر تبعي يكون بيرفكت. حلو. اخر شيء هيلبينج تو مينتين اسيد بيز بالانس. زي ما انتم كلكم بتعرفوا احنا حتى اي شيء بالعالم عنده مقياس السكيل تبع البي اتش، جميل، جسم الانسان البي اتش تبعته البي اتش سكيل تبعته الطبيعي يكون 0.4 تقريبا او 0.3، يعني ايش؟ تقريبا متعادل، اقرب يعني اقرب نتفه، تمام، نتفه فقط اقرب لانه يكون اللهم صل على محمد قاعدي، تمام، ولكن هو افريج ايش؟ المتعادل، البي اتش المتعادل 7 زي ما كنا بنعرف، تمام، فجسم الانسان متعادل. طبعا مش موضوعنا ايش اخذناه في الكيمياء زمان، عن طريق البفر سولوشنز انا بحافظ على الاسيد بيز بالانس عندي في الجسم، تمام، انا بحافظ عليها عن طريق البفر سولوشنز، هي مركبات كيميائيه بتقاوم التغير في حموضه او قاعديه الجسم. حلو. طيب هاي المركبات الكيميائيه فعلا انا حكيت عنها بفرزها، فعشان هيك هي من ضمن الوظائف الافرازيه لليورينري سيستم. حلو. هاي مثلا حط لكم انا تحت كمثال، لما يكون في عندي تو ماتش اسيد ان بلاد، يعني الدم فياته حموضه عاليه، تمام، الكدني اكسكريت ات اوت سايد اور بودي، الكدني اللي هي كليتنا بتتخلص او تخرجه خارج جسدنا. حلو. كيف بتخرجه؟ عن طريق اليات معينه نصنع فيها اليورين اللي هو بعيد عن كل بول، تمام، باختلاف انواعه، طبعا في له اكثر من نوع البول، اكثر يعني 3 انواع الاساسيات، ويعني خلال مراحل منها ممكن نقيه، نرجع نعد نمتص اعاده امتصاص، نعمل بعض المواد الغذائيه والى اخره، اخر شيء اللي بتبقى منه انا بطرده برا الجسم على شكل بعيد عن كل بول. طيب النمبر 5 excreting wastes of body metabolism and hormones. انا برضو يعني شبيهه
مش الاشي اللي حكيته هسه على المثال تبع الاسيد بيز، انا الويستس اللي باخذها من التشوز زي ما حكيت لكم من شويه، انا بودي عناصر غذائيه للتشوز اللي هي الانسجه، باخذ منها ايش اللي هي اللهم صل على محمد الفضلات. الفضلات ما يعني يا اخوان نروح بالكو نعفن بالكلمه اشي قاذورات او الفضلات ممكن اللي هو بقول، لا مش شرط عادي، السي او 2 مثلا بعتبره من الفضلات، اي شيء الجسم ما بيحتاجه، ركزوا ما بيحتاجه، مش شرط يكون شيء يعني خلينا نحكي مضر للتشو فعليا او له هالتاثير الكثير هائل، بس اي شيء الجسم ما بيحتاجه انا بعتبره ويست، فضلات بتخلص منها، ما في داعي تضل عندي يعني بكل بساطه، تمام؟ وبرضه بتخلص من الهرمونات لما انا باعتبار ابطل فيه لها حاجه. وركزوا انا حكيت الهرمونات مثلا، ما عاد يخبط احكي هرمون انزيم او غيره، الهرمون بيختلف عن الانزيم او اي شيء غيره، تمام؟ بس حكيتها من باب المعلومة ما حدا يشبك مخه على شغلة ثانية. طيب سادسة excreting many foreign compounds. أنا بنتج مركبات، هي أنا حاطها مركبات غريبة، تمام بالترجم هون، ولكن هي مش يعني غريبة يعني ضارة، غريبة يعني قد تكون نادرة فعليا أنا ما أنتجها، بنتج هاي الشغلات مثلا في حالات معينة لما أنا أحتاجها، أما مثلا ما بتكون في الجسم بوضع طبيعي، فهمت علي كيف؟ هاي تعتبر طبعا أي إشي يا جماعة الخير اكسكريت او غيره، اكسكريت معناه افراز، تمام؟ مش بيكون بعقلك اي شيء فيه اكسكريت او اكسكريتنج او اكسكريشن مثلا، تمام؟ اللي هي كلها معنى يفرز افراز او غيره، هي راح تكون من الاكسكريتوري فانكشنز لليورينري سيستم، تمام؟ طيب القسم الثاني للفانكشنز تبعت اليورينري سيستم بكل بساطه هي الاندوكراين، وظائف الغدد الصماء. وظائف الغدد الصماء، الغدد الصماء هي عالم واسع، هسه احنا في الليكتشر هون ما بنحتاج منها غير شغلات الفانكشنز هاي، فمش راح اتوسع فيها، تمام؟ طيب الاندوكراين فانكشنز، اول شيء عندي 3 وظائف رئيسيه لها، تمام؟ وتحتها هون في شو اسمه زي تفريغ بسيط ملخص عفوا لكل اللي فوق بهالسطرين. الاندوكراين فانكشنز اول شيء بروديوسين اريثروبوتين والرنين، تمام؟ النقطة الثانية converting vitamin D to an active form. 3 لجلوكوجينيسيس. طيب نبلش حبة حبة. أول شيء أنا في الجسم من وظائف الغدد الصماء إنها بدها تنتج الرنين والاريثروبوتين، تمام؟ طيب الاريثروبوتين فانكشن ايش وظيفه الاريثروبوتين في الجسم عندي؟ وظيفته بشكل عام ينتج الار بي سيز. ايش هي الار بي سيز يا جماعه الخير؟ بكل بساطه هي الريد بلاد سيلز، خلايا الدم الحمراء. ار ريد بلاد سيلز الاسهل للجامع انه دم الحمراء، خلايا مش خليه واحده، تمام؟ طيب متى طب انا اصلا بنتج خلايا الدم الحمراء؟ ببساطه لما يصير في عندي ديكريزمنت في الار بي سيز في الجسم، زي مثلا لما شخص فينا لا قدر الله ينجرح او يصير عنده نزيف، بكل بساطه الجسم بده يعوض الار بي سيز اللي انا بفقدها بسبب النزيف اللي عندي، تمام؟ طيب هاي وظيفه الايش؟ الاريثروبوتين. طيب نيجي على وظيفه الرنين او الرنين، تمام؟ ايش وظيفته فعليا الاساسيه؟ ترجيليت بلاد بريشر. ايش بده يعمل يعني؟ بده ينظم او يرجع خلينا نحكي يعيد توازن ضغط الدم، تمام؟ كيف؟ عن طريق نظام او سيستم احنا بنسميه رينين انجيوتنشن الدوستيرون. هذا النظام، تمام؟ مش مشروح طبعا عنه كثير في عندنا، انا برضو بصراحه شخصيا ما بعرف عنه كثير تفاصيل، ولكن بكل بساطه هذا هو النظام الرئيسي. هو طبعا انا بقول له نظام هي لانها اليه ميكانيزم بيعملها الجسم لما البلاد بريشر عندي يصير فياته ديس اوردر، يصير فياته خلل، تمام؟ لما يصير عندي خلل في ضغط الدم سواء انكريزمنت او ديكريزمنت انا بلجأ للنظام الرينين ان انجيو تنجن او تنسن عفوا الدوستيرون. هذا النظام فقط مختص بانه ريجوليشن للبلاد بريشر، تمام؟ طيب عماد يعني انا هسه انت هسه حكيت لي فوق وينها، حكيت لك اياها هسه هون، تمام؟ البلاد بريشر له دخل في الفلتريشن، طب يعني هل انه صار في تناقض؟ لا، في طبعا زي ما انتم بتعرفوا اكثر من شغله في الجسم ممكن تعمل نفس الوظيفه، هسه رح نحكيها لتحت، مثلا زي عمليه الفلتريشن، اكثر من عضو بيعمل فلتريشن عنده او اكثر من جزء فعليا في الكليه، تمام؟ ولكن في شيء اساسي وإشي ثانوي او شيء له الدور الرئيسي وإشي له دور اقل من الثاني، تمام؟ انا عندي الشيء الاساسي بشكل عام للبلاد بريشر الرينين ان انجيو تنسين الدوستيرون سيستم، تمام؟ في كلمه سيستم اخر بس انا ناسي اكتبها. وبرضه بنفس الوقت الفلتريشن له دور لا يمكن باعتبار اهماله او تجاهله في ريجوليشن للبلاد بريشر، تمام؟ ولكن ممكن طلعوا الفرق الرئيسي اللي بدي احكيه. النظام الرينين هاي
يعني بنظم الدم، سواء كان عفوا لضغط الدم سواء كان عالي او منخفض. تمام، الفلتريشن ايش متى بيعمل؟ بنظم الدم او متى بيكون له دور فعليا فعال؟ فقط لما يكون البلاد بريشر هاي عندي. طيب ليش؟ طب انا لما يكون عندي فش شوائب او فش فضلات بمعنى اخر في الدم، تمام، فانا بالتالي الدم ما بنقل شغلات كثير حاليا، او الدم خلينا نحكي ماشي براحته في الارتريز الشرايين وفي الفينز وكل شيء مرتاح. تمام، انا خلص يعني البريشر عندي بيكون جيد او ممتاز. تمام، ولكن لما يكون عندي البلاد بريشر واطي، تمام، انا بدي اعمل فلتريشن بزياده ارجع اوطي اكثر مثلا، ما بينفع. فاهمين علي كيف؟ تسليم اغلبك صوتي واضح ومفهوم. معاي صبايا؟ اه صوتك مفهوم. عاد عنده أي سؤال بسيط أو غيره؟ أوكي، اللهم صل على. طيب، من الاندوكراين فانكشنز لليورينري سيستم، تمام، كونفيرتينج فيتامين دي تو ان اكتيف فورم. لو بدنا نحكيها بالعربي، انا بدي احول فيتامين دي للشكل اللي باعتبار اللي هو اللهم صل محمد الفعال، او الشكل اللي بيقدر الجسم يستخدمه ويستفيد منه. طب شو يعني شو معنى هذا الكلام؟ انا من وين بحصل على الفيتامين دي بشكل اساسي؟ هو اصلا المصدر بجوز الرئيسي الوحيد كطبيعي اللي بيعطيني فيتامين دي، اللي حكيت طبيعة أنا، تمام، اللي هو الصن الشمس. تمام، طب أنا فعليا لما حكيت هاي الإشي، طب أنتم ممكن حد يستنتجها استنتاجية من دون ما أقعد أطلع الكلام الأحمر قدامي، إنه معناته أنا باخذ فيتامين دي من الشمس ولكن ما بيكون بالأكتيف فورم، بيكون إن أكتيف، يعني بيكون باخذ فيتامين دي فعليا، تمام، ولكن زي ما بحكوها باخذ فيتامين دي خام. تمام، الجسم عن طريق الإندوكراين فانكشن، عفوا إندوكراين سيستم، تمام، بحول الفيتامين، عفوا، بحول الفيتامين دي، تمام، للاكتيف فورم. ايش يعني اكتيف فورم؟ يعني ببساطه انا بقدر استفيد منه. يعني انا كان ان اكتيف، هي ان اكتيف يعني كان مادي خام وكانه مش قادر استفيد منه بهاي الصوره. زي مبدا البنزين تحديدا، البنزين تبع السيارات لما نجيبه كبترول في البدايه يكون كله مليان شوائب، انا لما اعمل له تنقيه بعمل له بصير شيء بقدر استخدمه واستفيد منه. هذا نفس الفكره تحديدا تماما تحديدا، يعني ما في اكثر من هيك كلمه بقدر احكيها عنه. تمام، طيب بحكي لي وراها people with renal failure have deficiency in vitamin D. طيب انا فعليا ايش حكيت لكم؟ يعني من الوظائف تبعت اليورينري سيستم، تمام، وظائفه الاندوكراينيه خلينا نحكي، تمام، هي مش كلمه مبدئيه هي، تمام، وظائفه تبعت الغدد الصماء التابعه لليورينري سيستم ايش؟ انه يحول فيتامين دي للشكل الفعال. طب انا حكيت لكم عندي مشكله باليورينري سيستم، يعني زي ما بيقولوها انا عندي مشكله في السيستم الرئيسي، معناته اكيد رح يكون عندي مشكله في هاي كله الست معلومات اللي هون، رح يكون عندي مشاكل في الثلاث معلومات اللي هون بكل بساطه. فانا لما يكون عندي فشل او اي ديس اوردر او بروبلم في اليورينري سيستم، تمام، الله يعفينا ويعفو عنا ويحميك وجميعا يا رب من كل شر، صلوا على النبي. لما يكون فياته عندي مشكلة، تمام، ديفيشنسي معناها مشكلة، تمام، أو صعوبة، إنه أو مثلا الفانكشنز تبعت اليورينال سيستم عندي تشتغل أقل من الطبيعي، أكيد أنا راح يكون في عندي نقص فيتامين دي. بكل بساطة أنا عندي مشكلة في في زي ما يحكوها في رأس الهرم، أكيد كل الهرم تحت راح يكون فياته عندي تزعزعات فيه. تمام، طيب الجلوكوجينيسيس بكل بساطة هي بس عملية انه انتج فيها الجلوكوز from its primary sources. البرايمري سورسز بصراحة في عليها مثال صعب اشرح لكم اياه لانه فيها تفاصيل طويلة. مثلا الامينو اسيد، الامينو اسيد اللي هي فعليا الوحدة البنائية للبروتينات تعتبر من البرايمري سورسز، تمام، للجلوكوز. لو حدا فيكم حاب يضيفها عنده ما في مشكلة، لكن انا ما حطيت لانها فيها تفاصيل كثيرة. اوكي، هنا بس ملخص بسيط عن كل اللي حكيته. اللهم صل محمد، اليورينري سيستم فانكشنز، انا هيك ربطتهم مثلا شخصيا في عقلي، تمام، زي ما حكيت لكم فوق، اي شيء فيات اكسكريتنج معناته افراز، ما حيكون من الاكسكريتوري فانكشن اليورينري سيستم. تمام، طيب انا يعني عندي 6 بـ3، بحفظ الثلاث بضل الستة. انا بحكي طبعا هاي في حاله انه واحد مثلا مزنوق، واحد كذا، اما واحد بده ماده الخفيف بحفظهم، بحفظ تفاصيلهم بكل سهوله وسلاسه ان شاء الله. طيب بالاندوكراين انا بكل بساطه، تمام، عملت او يعني حطيت الفانكشنز تبعتها تكون اما جلوكوجينيسيس، فيتامين دي، اريثروبوتين، ورينين.
طيب انا بمجرد ما يعني اشبك بعقلي مثلا الجنو، عفوا جلوكو جينيسيس، انا خلاص على طول عارف انه راح اعرف انها سينثيسيز او سينثيسايزنج جلوكوز فروم اتس برايمري سورسز الاريثروبوتين والرينين. الاريثروبوتين راح اعرف لحالي انه هو عشان اللهم صل محمد الار بي سيز، والرينين عشان البلاد بريشر عن طريق السيستم اللي حكيت لكم انتيجين الدوستيرون سيستم، تمام. والفيتامين دي converting vitamin D from inactive form لactive form بكل بساطة. أي إشي ثاني راح يكون من excretory functions للurinary system، تمام؟ أوكي، هسا حكيت لكم أنا من ضمن الشرح فوق إنه أنا في عندي بشكل عام ثلاث مركبات، أو عفوا يعني ثلاث أنواع نوعا ما زي كأنهم للبول: اليوريا، يوريك أسيد، والكريتانين، تمام؟ طيب تفاصيله هسه هاي لسه برضه لتكملة التفريغ تحت ما فيش عنهم، فهسه بس رح تكون بمجرد هي حفظ بحث انه تعرفوا اليوريا، انه نتيجة اليوريا من الميتابوليزم تبعت البروتين. كيف يعني؟ لما انا اعمل عمليات الايض للبروتين ممكن مثلا ابني بروتين او اهدم بروتين او غيره، تمام. انه اهدم بروتين يعني خلص انه بطل في حاجة له في هاي اللحظة، مثلا بنتج عندي اليوريا. اليوريك اسيد لما اعمل عمليات الايض لليوكليك، النيوكليك اسيد بنتج عندي اليوريك اسيد. انتم ممكن تحفظوها يوليك يوريك زي كأنها، تمام. عادي ربطة خفيفة، هي المادة طويلة وأكيد أي ربطة بسيطة ممكن تفيدنا. حلو، طيب الكريتانين فروم ماسل ميتابوليزم. طبعا يا إخوان عفوا يا صبايا، ماسل ميتابوليزم ما يعني أنا بهدم عضلة، هسا في عندي شيء اسمه تكسير عضلات، تمام. تكسير العضلات إنه أنا أخفف من الكتلة العضلية في الجسم، تمام. مثلا زي هيك بهاي، عفوا بالغلط، بهاي الطريقة مثلا انا بنتج الكريتانين، او لما انا ابني عضله. حلو الكلام لهون؟ في اي مشكله، اي استفسار، اي لا حدا عنده؟ الأمور كلها تمام. اوكي، هو انا زي ما حكيت بصراحه، وبشكل عام اللهم صل محمد التفريغ انا فعلا حاولت اشرح فيه كل شيء جاهز. انا يعني مش حاسس حالي بعمل شيء زياده ابداع، لانه اي شيء كان بعقلي او حاب احكيه حطيته اوريدي قدامكم يعني، تمام. ما في تفاصيل كثيرة أزودها على التفريغ. أوكي، نيجي على البادي فلويد ريجوليشن، تمام. بادي فلويد ريجوليشن هي بدها تنظم سوائل الجسم. كيف ممكن تتنظم؟ عن طريق الأوزمالري اللي هي الخاصية الأسموزية اللي حكينا عنها فوق، أو أي يعني ميكانيزمز ثانية، أي آليات أخرى. حلو، طيب زي ما أنتم تتذكروا المفروض، تمام، أخذناها بالفيزيو وأخذناها في البايو، بس بالبايو مش تفصيل انسوها، أخذناها بالفيزيو مادة الفيرست، أتوقع الفيرست، تمام. إنه أنا عندي السل، تمام، خلينا نرسم السل. هاي أنا عامل مثلا هاي السل هاي، تمام. أنا في عندي زي ما أنتم بتعرفوا هذا السل ممبرين، هذا هو السل ممبرين. أنا آسف على الخط، بس إنه بدي أوضح الفكرة مش أكثر، تمام. وفي عندي هون السيلز الثانية وإلى آخره. طبعا هاي كله هون، أغير اللون شوي وبدي أشيل سيل ميمبرين ما تلزمنيش، تمام. هون هاي كله بين السيل والسيل، بين الخلية والخلية، بين الخلية والخلية، اللي هو كان اللهم صل على محمد السيتوسول. حلو الكلام صح؟ هون بين كل خلية وخلية اللي هم باعتبار بيطفوا فيه، او بنسميه احنا كنا سيتوبلازم او سيتوسول، نفس الشيء ولكن اختلاف بسيط اذا بقصد فياته الاجزاء او العضيات او لا، مش مشكلتنا هسه. طيب في عندي كان انا جوا الخليه برضه زي فلويد سائل بطفو فيه العضيات اللي جوا الخليه، تمام. هذا اللي جوا اذا بتتذكروا كنا نسميه اي سي اف. اي سي اف هي اختصار لانترا انترا سيلولار فلويد. انترا معناها داخلي، سيلولار خلوي، فلويد سائل. فانا زي ما كاني بحكي لكم بالعربي السائل داخل خلوي، بمعنى اخر السائل الذي يوجد في داخل الخليه، تمام. حلو حلو، انا جبت العيد كمان مره، حذفت اوكي مصطفى محمد. طيب في عندي خارج الخليه، تمام، اللي هو فعليا يعتبر من السيتوبلازم، ولكن كتفصيل للسيتوبلازم، يعني السيتوبلازم يعني زي احكيها زي كانه من شو بتكون، تمام. ولكن السيتوبلازم تعتبر عندنا هسه احنا يعني ضمن الفسيو مواد تعتبر تخصص، السيتوبلازم تعتبر كلمه جدا عاميه بالنسبه لنا، وكلمه يعني كبيره، تمام. انا لما بدي افصل بحكي هذا الغشاء، عفوا السائل اللي بيحيط بالخلايا اللي بفصلهم عن بعضهم بسميه اي سي اف، اكسترا سيلولار فلويد. اكسترا بمعنى خارجي، تمام،
سيلولار خلوي فلويد نفس المبدأ، وكأني بحكي السائل في خارج الخلية. حلو الكلام. طيب قبل ما أرجع للكلام، في كنا نحكي إن إحنا برضو نفصل، أو باعتبار يعني عفوا اللي هو السائل خارج خلوي هذا نقسمه لقسمين إذا بتتذكروا. طبعا بدي أكتبه. الأول فيهم كنا نسميه انترستيشال، انترستيشال فلويد، تمام. والثاني اللي كنا احنا نحكي له بلازما، خلص بلازما تحت مش مشكلة، هاي بلازما مشطوبة. اللهم صل على محمد. اوكي، فالانترستيشال فلويد هو تحديدا السائل اللي بيحيط في الخلايا من الخارج، اللي احنا بشكل عام بننطقه وبنحكي له اسم سايتوبلازم، تمام. ولكن السايتوبلازم فعليا هو نفسه نوعا ما الاكسترا سيلولار فلويد، ونفسه بتكون من بطلت ارفع الحمد لله، انترستيشال فلويد والبلازما، تمام. البلازما لها دخل في الديفنس، اللهم صل محمد، الديفنسيف تبعت الجسم اللي هي مناعته بشكل عام، وانتي شو اسمه انتي بوديز والى اخره، مش موضوعنا. وانترستيشال فلويد هو الفلويد او السائل اللي بحيط بالخلايا من الخارج، تمام، وباعتبار بفصل بينهم. حلو. طيب هسه بدي ارجع اقرا كل بدل كل تفصيله بسيطه، بس ارجع اعقب تعقيب على المعلومات اللي كتبها في حال انا كاتب شيء زياده نسيت احكيه هون. طيب بحكي لي we have two compartments of body fluid which are ECF and ICF, extracellular fluid, intracellular fluid, which are separated by plasma membrane. حلو. طيب انا حكي لكم هسه هاي الخليه وهي الخليه مثلا، تمام. في عندي هذا السائل الخارجي اللي هون اللي هو ECF، هذا اللي برا بين الخليتين ECF، واللي جوا الخليه اللي هون مش مهم كم قيمته مساحته وغيره الICF، تمام. ايش بيفصل بينهم فعليا؟ اللي هو باعتبار هاي السيل ممبرين، غشاء الخليه بيفصل بينهم. حلو الكلام. هسه اللي قدام شوي نتفه راح احكي لكم في شيء بيفصل بين البلازما والانترستيشال فلويد مثلا. فكل كل اجسامنا فيها ممبرينز مختلفه، اغشيه مختلفه. حلو الكلام جدا، ان شاء الله انه مفهوم. طيب السيل ممبرين هو نفسه بلازما ممبرين، طبعا انا حاط لكم اياها هيها، ولكن انا لو حكيت سيل ممبرين او بلازما ممبرين نفس المصطلح نفس الشيء، ما في بتغير يعني ما بيختلفوا عن بعض، تمام. اوكي. The process of regulation by urinary system is done by regulation of blood plasma. طيب انا لما بدي انظم السوائل في الجسم، تمام، هي فعليا تحدث عن طريق الجهاز البولي. حلو. فعليا تنظيم سوائل الجسم بحدث عن طريق الجهاز البولي، الا ما حدا فينا كان عنده واحد من اهله سته او حدا كبير او ممكن شاب يكون عنده، اللي بتسمعه بحكي لك في عنده سوائل بالرجل او غيره، بعطوه مدر بول، اسمع مسمى عنده سوائل في الجسم مدر بول، انه بعيد عنك ويتبول عشان يتخلص من هاي السوائل، تمام. فانا بنظمها عن طريق المدر البول مثلا اللي هو الجهاز البولي، تمام. وتحديدا انه انا بعمل ريجوليشن شو اسمه البلود بلازما، تمام. طيب هاي فقط نوت بسيطه، تمام، اخذناها من قبل عن ايام الاكشن بوتنشنال، هي فقط كانت مذكوره كاتوقع بالسلايدات، فبس محطوطه هيك حطيتها. انه كلنا بنعرف وحكيتها ترى فوق، انه الجسم جوا الجسم عفوا جوا الخليه يعني، تمام، انترا سيلولار فلويد جوا الخليه، هاي الانترا سيلولار فلويد السائل داخل خلوي بمعنى اخر، اللي حكيتها انا السائل الموجود جوا الخليه في الياتو كي بلس، ايونات الكي بلس اعلى من الخارج، وخارج الخليه اللي هو باعتبار السائل اللي بين الخلايا اكسترا سيلولار فلويد فياته ان اي بلس اكثر من داخل الخلايا، تمام. هو اصلا كان انتقالهم بيعمل الاكشن بوتنشنال وغيره، الحمد لله خلصنا منها ومن زي ما نقولها شرها وخيرها، تمام. طيب الفقره طبعا عنوانها مني حلو، لانه ما كان لها عنوان، ولكن هاي اللي احكي في الفقره انا حاطه العنوان مني في اللون الاخضر. How do we get rid of wastes from ourselves؟ كيف احنا بنتخلص من الفضلات من خلايانا؟ انا حكيت لكم فوق بعطي بودي العناصر الغذائيه التشوز، باخذ منها الفضلات الاشياء اللي ما بحتاجها الجسم، تمام. طيب حلو، كيف بتخلص منها؟ يعني كانت في الخليه الفضلات، ايش مسارها بمعنى اخر؟ وين بدها تسلك لحتى لغايه ما تخلص منها؟ اوكي. الاي سي اف اكسترا سيلولار فلويد از ديفايدد انتو انترستيشال فلويد اند بلازما، شرحت لكم اياها، حكيت لكم
الاكستراسيلولر فلويد السائل خارج الخليه له قسمين، البلازما هو شيء ديفنسيف نوعا ما، ما بحتاج له، يا تفيات الانتي بوديز والى اخره، الامور المناعه وهاي الامور ما بتلزمني انا هون في جزئيه الليكتشر هاي ما بتلزمني ابدا. حلو؟ طيب انترستيشال فلويد هو فعليا طبعا يا اخوان عفوا يا صبايا، البلازما لها طبعا دور في الجسم تمام، ولكن بشكل عام الشيء الاساسي لها ديفنسيف، شيء دفاعي، ولكن لها اشياء ثانيه لسه فوق حكيت لكم من ثواني، لها دخل في الريجوليشن تبعت الفلويد ان ذا بادي تمام. حلو، البلازما مفصوله فعليا عن الانترستيشال فلويد، لو انها مش مفصوله فعليا عنه يعني طلعوا، انا بدي افكر فيها بالمنطق، لو انا عامل خليه هون وهي خليه هون، في كلياته سائل هيك شوربه الحياه بينهم، كله سائل من كل مكان، طب انا كيف بدي اعرف والله انه هاي النقطه الصفراء هاي والله بلازما، بس هاي النقطة الصفراء والله انترستيشيال فلويد؟ لا، فهم مفصول بينهم، يعني هم يعتبروا كلهم ضمن الاي سي ار في الاكسترا سيلولر فلويد اللي هو السائل خارج الخلية، ولكن في بينهم ممبرين بيفصل بينهم البلازما والانترستيشيال فلويد تمام. انا بسميه فعليا الكابيلاري وول او كابيلاري ممبرين، هيو حط لك اياه بالاحمر، كابيلاري ميمبرين او كابيلاري وول، هيو البلازما از سيبريتد فروم انترستيشيال فلويد، سيبريتد بمعنى مفصول، مفصول يعني انا زي ما بدي افاصلهم من بعيدهم عن بعض، في شيء بفصل بينهم تمام، الا ما كلكم شفتوا بحياتكم موضوع اللي هو مرج الله سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان، نفس المبدا، وكانه عندي فلويد وفلويد ما بيختلطوا مع بعض، بينهم ممبرين اللي هو كابيلاري ممبرين او كابيلاري وول تمام. كابيلاري ممبرين طبعا هو معناه بالعربي بيجي زي غشاء الشعيرات تمام، الشعيرات الدمويه. حلو، طيب الخلايا هاي انا هيك بحسه من هون هاي الكلمه بدي احكيها، بلش اللي هو باعتبار التراكت او اللي هو مسار تبع الخلايا عفوا الويست ضمن من الخليه لا حتى اتخلص منها، بكل بساطه الفضلات البدايه بتكون وين يا اخوان؟ عفوا بضل احكي يا اخوان يا صبايا، بتكون وين؟ جوا الخليه صح؟ بتكون معناته في الانتراسيلولار فلويد. طيب من الانتراسيلولار فلويد نيجي فيها حبه حبه، انا هاي فعليا هاي اللي هسه ثلاث اسطر او سطرين ونص اللي ضلوا فهم بكل بساطه. حلو، طلعوا انا بلشت كان عندي الفضلات جوا الخليه تمام، بدي اوصلها لهون. حلو، لا تحفظوها حفظ والله، فهموها فهم بكل بساطه، كثير شغلات لما تفهموها وتربطوها بعقلكم ممكن بشغلات بسيطه او هبل او مزحات بتخفف حالكم زخم الماده. طب كانت جوا الخليه، اول شيء بدها تطلع باعتبار البلازما ممبرين او السيل ممبرين، من السيل ممبرين حكينا في عندي هون الاكسترا سيلولر فلويد صح، اللي هو السائل الخارج بين الخلايا. طب انا بدي احكي لكم انه اكيد ما بتعرفوا غالبا، يعني ببلش بالبدايه يعني الاكسترا سيلولر فلويد ببلش في البدايه بالانترستيشيال فلويد بعديها البلازما تمام. طيب فانا كان عندي جوا الخليه اي سي اف، وصلته للسيل ممبرين اللي هو هاي السيل ممبرين او شو اسمه بلازما ممبرين، بعديها وين بيطلع الاي سي اف تحديدا اكثر وين؟ على الانترستيشيال فلويد. طيب انترستيشيال فلويد حكيت لكم هسه بينه وبين البلازما في اللي هو ممبرين كابيلاري ممبرين، طيب معناته بعد الانترستيشيال فلويد هذا اللي هو هي سبحان الله هي تحت الكلمه بتاعته تمام، هي هذا الخط الاول الزهري هاي انترستيشيال فلويد، بعديها بده يطلع لوين؟ لعند الكابيلاري وول، هي دفتر هذا يكون هو الممبرين، هي هون الميم برين تمام، إيه ان ايه هذا الممبرين تبع الكابيلاري. حلو، من الكابيلاري ممبرين بده يروح عندي لوين معناه وراه للبلازما، من البلازما راح يروح فعليا عند الدم لعند الكيدنيز، خلص بعديها هون البلازما، خلص بعد البلازما باعتبار حيوصل لعند الكيدنيز اللي هو الكلى تمام، حتخلص منه بكل بساطة، لأنه أنا فعليا كيف بتخلص من الفضلات؟ وأنا طبعا المقصود فيها بضلنا أحذف الخط أنا، المقصود هنا فيها الفضلات اللي هي اللهم صل محمد الكريتانين واليوريك اسيد واليوريا اللي انا حكيت لكم هي باعتبار ثلاث انواع بعيد عن كل بول تمام، فانا بتخلص منهم كلياتهم عن طريق هاي الاليه، حكيت هاي ابلش فيها حبه حبه، هاي طلعوا اي سي اف تمام ترانسفير تو انترستيشيال فلويد، انترستيشيال فلويد لما اوصلها كيف هاي ثرو سيل ممبرين او اللي هي بلازما ممبرين تمام، هيها بطلت اعرف اعمل سطر ثرو سيل ممبرين او بلازما ممبرين، من البلازما ممبرين حكيت لكم راح تطلع لوين هي فعليا؟ للانترستيشيال فلويد، طيب بعد الانترستيشيال فلويد راح تروح للبلازما كيف؟ عن طريق الكابيلاري وول او الكابيلاري ممبرين، بعد الكابيلاري ممبرين راح تروح للكدني تمام، طبعا عن طريق الدم راح تروح،
ليش؟ عشان الكدني اللي هي الوظيفة الأساسية للكلية، طبعا الكدني معناها كلية، الوظيفة الأساسية تنقية الدم وتتخلص من الفضلات على شكل يوريا أو يوريك أسيد أو هاي الأمور، تمام؟ فعليا هي عن طريق اليورين عشان أكون دقيق، يعني هاي فعليا أنا اللي بخرجه من الجسم اللي بسميه يورين، يعني هاي الثلاث أنواع بعيد عنك البول، ولكن مش هي اللي تخرج من الجسم، هاي أغلبها بصلها ري أبسوربشن، بترجع بامتص الجسم والحياة حلوة، لأنها أصلا فعليا مكونات البول فعليا فعليا مي وسكر فعليا، فأغلب هاي الأمور أصلا المي والسكر أنا بقدر أرجع أمتصه. بس احكي لكم النسبة القليلة فعليا قليلة جدا لقدام تحت اللي بتطلع على بعيد عنك على شكل بول، نسبة جدا ضئيلة، تمام؟ طيب برضه تلخيص بسيط عن نفس اللي حكيته، اي سي اف راح انترستيشال فلويد، هاي على الاسهم تحت السهم حاط لكم كيف باي بلازما برين او ثرو بلازما برين، الانترستيشال فلويد اكسترا سيلولر فلويد طبعا هو يعتبر من ضمن اجزائه، يعني الانترستيشال فلويد هو مش الاكسترا سيلولر فلويد، انترستيشال فلويد مش الاكسترا سيلولر فلويد، هو احد الكومبارتمنتس تبعونه، احد المكونين الاثنين اللي فيه، المكون الثاني البلازما، تمام؟ هاي كملت، بعدها راح يروح للبلازما، كيف عن طريق برضه حاطط تحته كابلاري ممبرين، ومن البلازما راح تروح للكدني، ما فيش ممبرين تمشي فيه، يعني من البلازما للكدني ما فيش ممبرين، خلص عن طريق الدم بتروح طوالي على الكدني، حلو الكلام؟ طيب الصور ما فيهم كثير تفاصيل، اغلب بتعرفوا انتم اغلبكم انه بجوز لهسه ما اجى غير صوره واحده ولا صورتين على يوم الله بالامتحانات، يعني انا بحس مش ما تغلبوش حقكم فيهم كثير، مجرد نظرات بسيطه كثر الله خيركم. نفس اللي حكيته اي سي اف سيل ممبرين انترستيشال كابيلاري ممبرين او كابيلاري وول بلازما، بعدها راح يروح هاي على الاوتبوت لعند الكدني، بس بكل بساطه تمام، لا تغلبوا حالكم كثير بالصور. اوكي فسيولوجيك اناتومي، هسه هاي اي شيء احكيه هون هو بشكل عام عباره عن معلومات عامه ممكن يجي عليها اسئله، يعني مش ضمن فقره معينه احكي لكم اياها، تمام؟ هي زي مبدا هاي راح تكون عباره عن ربط بين الفسيو والاناتومي، تمام؟ جماعه التمريض طبعا انتم زهقانين هاي الامور. اوكي كيدنيز ار بين شيبد اورجانز موفابل اورجانز and don't have serous membrane. طبعا لو لاحظتوا انا فيش كل شيء، مش شرط كل شيء مترجمه، يعني في شغلات كثير بسيطه مش مترجمها، حلو زي هون، او في شغلات مثلا لو بدي اترجمها بالعربي هتطلع بعيد عنكم غباء فمش مترجمها، زي هون يعني احكي لكم kidneys are being shaped organs، يعني احكي لكم اياها مثلا زي حبه الفاصوليا بالعربي، طب خلص احفظوها بالانجليزي، اذا حبيتوا ترجموها انتم من حالكم فضولكم قتلكم ما في مشكله يعني، تمام؟ اوكي شكلها هي بيجي فعليا بنعتبره زي حبه الفاصوليا يعني، تمام؟ من باب اشباع فضولكم يعني. موفابل اورجانس هي مش موفابل، يعني الكليه بتتحرك يلا الكليه يلا يمين يلا شمال اهو هوبا وزي هيك، لا اكيد لا، ولكن هي فعليا قابله للتحرك ممكن بدرجه بسيطه جدا خلال الفلويدز او الاشياء اللي بتحيط فيها السائل، تمام؟ سواء كان من دم او اي شيء اخر، بصراحه انا مش مدقق كثير بالتفاصيل تبعت الجسم وايش يعني حوالين كل عضو. اللهم صل محمد، الكدني دونت هاف سيروس ممبرين، ما في تفاصيل اكثر، هي بس مذكوره كمعلومه انه الكدني ما عندها الغشاء المصلي، تمام؟ هسا تفاصيل الغشاء المصلي بيحكوا لي شو الغشاء المصلي ولا غيره، هاي التفاصيل حاليا ما بتلزمنا، مش مذكور عنها شيء، فقط هي حرفيا كمعلومه هون انذكرت، بس كلمه سيروس انذكرت هون مش حترجع تشوفوها، حلو؟ تكمله التفريغ هسا هون لا. اخر كلمه موجوده بالتفريغ هون هاي الجزئيه ما راح ترجع تشوفوها، فانسوها بس هيك حفظ الله بعينكم عليها، تمام؟ حلو. Each kidney is supplied by renal artery and renal vein. بكل بساطة أي عضو في الدنيا، أي جهاز، مش جهاز يعني قصدي سيستم كامل، لا بس أي عضو ضمن جهاز في الجسم، تمام؟ تعرفوا ممكن جهاز يعني السيستم تبع الجسم يحتوي أكثر من عضو، تمام؟ زي ما بدأ الدايجستيف بيحتوي الحنجرة الحلق وغيره أكثر من عضو، تمام؟ أي عضو بالجسم كلنا بنعرف انه بده يوصله دم ويروح منه دم، كيف بده يوصله دم؟ عن طريق الارتري اللي هو الشريان او الشرايين، تمام؟ كيف بده يعني ينقل الدم منه للقلب او يتاخذ منه الدم؟ عن طريق الفينز اللي هي بكل بساطه الاورده. حلو الكلام؟ رينال ريفير تو كدني، شرحت لكم اياها بالعنوان فوق من البدايه، قلت لكم معنى رينال كلوي او كليه، تمام؟ ويورينري حتكون بعيد عن كل بول، حكيت لكم اياها بس برضه زياده الخير خيرين. As urine is formed, it drains into the renal pelvis and channeled into the ureter. حلو؟
بين قوسين برضو وضحت لكم معنى اليوريتر بالانجليزي بشكل عام، عفوا وضحت لكم المسار، مش السماء ما حكيته بالانجليزي، اتوقع لتحت. اليوريتر بعد اليوريتر فعليا بوصل عندي، يعني هسه هرجع احكيها طبعا. اليوريتر حط لكم اياها بين قوسين، ذا يوريتر از اداكت ذات ترانسفير يورين تو يورينري بلادر. طيب اليوريتر طبعا معناه يا جماعه الخير اللي هو الحالب، حلو. الحالب هو فعليا اللي بوخذ اليورين، اليورين النهائي، تمام. اليورين حكيت لكم انا هو فعليا اللي بعيد عنكم البول اللي انا باخذه فوق، انا حكيت لكم بنتج يوريك اسيد كريتانين ويوريا، مش من ضمنهم اليورين، تمام. اليورين هو خلص اللي هو بعيد عنكم البول اللي انا بتخلص منه، خلص بتخلص منه خارج الجسم عن طريق عمليه التبول، تمام. فكيف هذا البول بروح من الكليه باعتبار الجهاز التناسلي اللي تحت، احنا نحكيها هسه برجع بعيدها، تمام، عن طريق اليوريتر. اليوريتر هو الحالب، الحالب هو زي ما بدا قناه الوصل بين الكليه والمثانه اللي بنتقل اليورين او البول بعيد عنكم فيها عشان يوصل لعند المثانه. طيب بحكي لي لو عند يعني كل لما يتكون اليورين، تمام، it drains into renal pelvis. وين فعليا حيتكون انا فعليا عندي اليورين؟ من وين؟ في الكليه، تمام. هسه راح احكي لكم بالتفصيل، تتذكروا راح احكي لكم هنا فوق الجلوميرولس اللي حكيت لكم قريتها نوعا ما صعبه هاي الكلمه، هاي جلوميرولس، جلوميرولس، تمام. فعليا من عندها من اول ما ببلش عمليه الفلتريشن الدم ببلش انتج اليورين، بس انا ما بكون اسميه يورين في البدايه، بكون اسميه فلتريشن، كله فلتريشن او في عفوا فلتريت اللي هو المواد المنقاه يعني، تمام، لغايه ما توصل عند اليوريتر اللي هو الحالب ببلش احكي لها يورين. طيب فانا حكيت لكم هسه ببلش عمليه اللي هي اللهم صل محمد انتاج اليورين، تمام، من ما ببلش عمليه تنقيه الدم، حلو. فبحكي لك من از يورين از فورم، فانا ما قصده لما اليورين اللي هو البول لا، لما بلش اللي هو حكيت لكم ايش حكيت لكم اسمها الفلتريت اللي هي باعتبار الماده اللي تم تنقيتها، او عفوا السوائل قصدي اللي تم تنقيتها، تمام، عند اخر شيء، اخر شيء بتصير اسمها يورين. غير هيك طول عمليه المصاص محمد، طول العمليه اللي هي بتمر فيها خلال الاعضاء يعني جزيئات الكلى، تمام، كلها بتكون اسمها فلتريت فعليا، وبرضه مذكوره معلومه تحت شوي. طيب بحكي لنا لما يتكون البول اللي هو فعليا الفلتريت مش بول، البول تمام بروح لعند حوض الكليه اللي هو ايش بنسميه رينال بيلفس، وينها هي رينال بيلفس، حلو. حوض الكليه هو اللي بوديها بعد ما يوصل الفلتريت لعندها، تمام، بوديها لعند اليوريتر الحالب، ومن الحالب تنتقل. الحالب فقط هو زي مجرد قناه وصل، ما له اي فانكشن غير انه كوندكشن، توصيل، يوصل اليورين، تمام، من اللهم صل محمد حوض الكلى الرينال بلفس لعند البلادر اللي هي يورينري بلادر. يورينري بلادر هي معناها المثانه، تمام، وهي طبعا يعني كيف احكي لكم مشترك عند الرجل والمراه المثانه، تمام. طيب the urine is stored in the urinary bladder زي ما حكيت لكم. المثانه حكيتها اتوقع فوق من شويه، هي عباره عن مخزن او مستودع لليورين، وبتتوقع عفوا مش بتتوقع، بتوقع ان لم يخب ظني انها بتتسع لغايه 600 مل من اليورين، تمام. هاي هي الماكسيمم باعتبار كاباسيتي لإلها، تمام. خلوا الرقم ببالكم، هو مش مذكور على كل حال، بس خلوه ببالكم من باب احتياط، تمام. بتوصل 600 مل، هاي هي الكاباسيتي، الفول كاباسيتي لإلها، تمام. ات امبتايد بيريوديكالي ثرو ذا يورثرا، تمام. طيب المثانه بتوصل 600 مللي. طيب انا هل يا عماد يعني انا بحتاج اوصل الحمام بعيد عنكم؟ لا، اتبول كل لما توصل 600 مل تفلل؟ لا، لما تبلش توصل مثلا حوالي 300 الجسم البرين تبعي بيعطيني اول باعتبار اللهم صل محمد شكون نسميها اللي هو سيال عصبي مثلا، تمام، انه انا بحاجه لدخول الحمام. على 400 بصير يعطيني مثلا، بدل ما يعطيني كل ساعه مره بصير يعطيني كل ساعه مرتين، انه تذكيرين، تنبيهين انه بدك تفوت الحمام، تمام. فعشان هيك هو بحكي لنا بيريديكالي انه بشكل دوري انا بفرغها، كل ما تتملى تقريبا نصها، لما تقريبا تبلش من النص وتزيد اكثر من النص ببلش جسمك يعطيك زي اشارات انه بدك توصل الحمام، محتاج توصل الحمام، تمام. كيف انا بفرغ اليورين؟ عن طريق اليوريثرا. اليوريثرا هو الاحليل اللي هو فعليا انا كاتب لكم بالعربي بين قوسين مجرى البول، لا عفوا حاط لكم مجرى البول بين قوسين هو الاحليل، تمام، هو اسمه اليوريثرا، وبرضه هيك كاتب لكم اياها ورا الاسماء بالعربي غريبه شوي. احليل، احليل لو تتذكروا اخذناه باول ثانوي يعني، تمام.
فما حفظتوها بالعربي ما في لها داعي، انا عادي، ولكن انا بحط بترجم بالعربي من باب اسهل على الطالب. في طلاب بتحكي لك انا ما بعرف احفظ غير بترجم، او اكون عارف الكلمه بالعربي، فهي ان شاء الله نعمل تلعلم. حلو. يوريتر اند يورينري بلادر اند يوريثرا ار كوندكشن يونتس while kidneys are functional unit. كوندكشن حكيت لكم اياها الكلمه هسه من شوي، او كوندكت اللي هي توصيل. فانا بحكي لكم انه اليوريتر الحالب شو وظيفته، حكيت ياخذ اليوراين من الكدني لعند البلادر، تمام؟ والبلادر شو وظيفتها فعليا؟ فقط ستورج لليورين، تمام؟ لغايه ما يخرج منها عن طريق اليوريثرا. اليوريثرا شو وظيفه اليوريثرا؟ فقط هو عباره عن مسلك البول البيدنكا او مجرى للبول عشان يخرج خارج الجسم تبعنا بكل بساطة. طيب أنا هل حكت لكم عملت فيهم هاي ري أبسوربشن اللي هو إعادة امتصاص لأي مواد غذائية؟ عملت فيهم والله تنقية الدم أي إشي؟ لا، بس عبارة هي كانت عن يعني أعضاء جوا لمصاص حماد السيستم تبع اليورينري سيستم تبعنا، تمام؟ فقط تنقل البول لغاية ما نخرج خارج جسمنا. في كوندكشن يونتس هي وحدات لتوصيل، توصيل إيش؟ بعيد عن كل بول، تمام. والكيدنيز فانكشنال يونت، فانكشنال ايش؟ يعني لها وظيفه، لها فعليا بنفت على الجسم، شيء بيستفيد منه الجسم، على يعني شيء عائد مفيد للجسم طبعا، تمام، اللي هو ايش؟ فلتريشن للبلد. حلو. The urethra serves the urinary and reproductive tracts in the male. في الذكر اليوريثرا اللي هو الاحليل او مجرى البول بعيد عنكم، تمام، بخدم للرجل او الذكر في شغلتين. اول شيء اللي هو مسلك للتخلص من البول او قناه بوليه مجرى للبول، تمام، وثاني شيء للريبرودكتيف اللي عفوا هو بيكون الريبرودكتيف تراكت في الميل، انه هو برضه نفسه بخرج منه اللي هو لمصاص محمد الحيوانات المنويه، تمام. هسه احنا مش موضوع الريبرودكتيف، ولكن هي فقط معلومه مذكوره كانت، فالواحد مضطر يحطها، تمام. وطبعا في لها تفاصيل، وبصير تنقيه كل فتره بصير تنقيه للاحليل اللي هو مجرى البول، ويعني امورها طويله، تمام. هي حرفيا سيستم كامل، تفاصيله من اصعب السيستمات. حلو. وصلت لعند الرينال بلاد سبلاي. الرينال بلاد سبلاي اللي هو امداد الدم اللي بوصل لعند الكليه تحديدا، تمام. طلعوا الرقم فعليا تبع من الكارديك اوت. الكارديك اوت طبعا معناها بالعربي اللي هو الدم اللي يتم ضخه من القلب الى اعضاء الجسم، تمام. فالكارديك اوتبوت، تمام، اللي بخرج عندي من القلب لاعضاء الجسم كامل، تخيلوا لكل الجسم سواء من الاعلى اللي هو دماغ وغيره او للاسفل لغايه زي ما يحكوها اخمص قدميك اخر رجليك، تمام، بوخ يعني من هذا الدم كله، تخيل اللي هو اتوقع 5 لتر لبير مينت، عفوا بير اور، والله ناسي الرقم، تمام، و5 لتر بس ناسي بير مينت او بير اور، تمام. 22% منه بروح للكلية، تخيلوا يعني الدم لما يضخ 5 لتر بروح منهم فعليا لتر و100 مل للكلية كل مرة، تخيلوا يعني تخيلوا الكلية كم فعليا وظيفتها جدا مهمة للجسم. لما انت بتحكي بس عبارة عن كلية حرفيا زي حبة الفاصوليا، ترى الكلية يا جماعة الخير يعني حرفيا زي قبضة اليد بدون مبالغة، حجمها جدا صغير بناء في شو اسمه، بناء في جسمك واعضاء جسمك الاخرى. حلو. فتخيل لما بس الكلية لحالها بوصلها 22% من الدم اللي بيتم باعتبار اللهم صل محمد ضخه من القلب لكل أعضاء الجسم. تخيل أنا بدخل لكل الجسم 5 لتر، باخذ منهم لتر و100 للكلية لحالها، لا شو اسمه، لأورجان، لعضو أو جزء باعتبار، عفوا يعني أورجان شو اسمه، عضو، عضو اسمه حبة الفاصوليا تقريبا، وحجمه زي قبضة اليد. فتخيلوا الموضوع أبدا يعني بدل على أهمية الكلية. حلو. ففعليا أنا حاطط لكم برضه من قوسين النسبة، 1 على 5 اللي هي 20%، 22% تقريبا من الكارديك أوت. حلو. فطبعا كل ما وصل للكلية دم أكثر بتساعد في أداء وظيفتها أكثر، والله ما صلت محمد، وبتنقي الدم بشكل أفضل. هسا ممكن حد فيكم يسفن شوية يحكي لي كيف بدي أوصل دم عشان أنقي الدم؟ طب ما هي الكلية عشان تنقي الدم أكيد راح تحتاج، يعني كيف أحكي لكم، زي شيء يساعدها أو يمر خلالها عشان نعمل لها عملية الفلتريشن، هو بيكون برضو كذلك دم آخر، بالإضافة طبعا للجزيئات اللي جواتها راح نحكي عنهم إن شاء الله تفصيل أكثر لتحت شوي، هسه يعني حنبلش فيهم، تمام. ولكن الدم بيساعد الكلية، يعني تنقي الدم المتسخ، فهمت كيف؟ يعني الدم النقي بمعنى آخر، زي كأنه بيساعد الكلية إنها تنقي الدم اللي فيه تفضلات بكل بساطة. أوكي.
anatomy of kidney اللي هو تشريح الكلية. حلو، هسا هحكي على الصورة إن شاء الله بعد ما أخلص الكلام عشان تفهموها أو تعرفوا. دبلش بالصورة، دبلش بالصورة بعدين نرجع الكلام. طيب انسوني من صورة الإنسان هسا مبدئيا، تمام. أنا بدي صورة الكلية هاي الصغيرة تحديدا. حلو، الكلية في عندي أنا بعتبر فيها لايرز اللي هي مخصص محمد، نحكي لها بالعربي شو اسمهم، والله راحت من بالي الكلمة، استنوا ما كاتبها تحت أتوقع، مش حاطها. كيف بحكوها، عبارة عن زي والله راحت من بالي الكلمة، خلص إن شاء الله تكونوا فاهمينها، جد راحت من بالي بالعربي الكلمة. ففي عندي في الكدني في عندي ثلاث ثري لايرز، تمام. البيراميد، لا عفوا، البيراميد تمام، والكورتكس، وفي عندي الكابسول مش موجودة، هي أنا حاطه تحت وحاط صورة ثانية لها. هي الكورتكس، وفي عندي هي الكابسول والكورتكس والبيراميد. حلو، أنا حاطها صورة ثانية تحت، هسه رح أنزل لكم عليها، هي الصورة الشاملة وكاتب لكم عليها التفاصيل اللي بتلزمكم. طيب الكلية هاي طلعوا من باب المعرفة، هاي اللي هو الأبيض هو الرينال بلفس اللي هو حوض الكلية اللي اليورين عفوا، تمام، بروح عند هاي آخر إشي بعد ما يصير تنقية لكل الدم، عشان من هون يجي لهاي اللي هو اللهم صل محمد اليوريتر، تمام، اللي هو الحالب، يوصلها لعند البلادر اللي هون. طلعوا هي هون، يجي هي من هون، هاي بيكون حوض الكلية موجود وكأنه هون، تمام، اللي هو بالأبيض، هاي يوصل لعند اليوريتر الحالب، وصل لعند ايش اليورينري بلادر اللي هي المثانه، قلت لكم بتوصل تقريبا 600 مل من اليورين، وبعديها هي اليوريثرا عشان نتخلص من اللهم صل محمد اليورين. فهذا طبعا في الميل، في المراه مشابه لها ولكن اختلاف العضو التناسلي، تمام. طيب في عندي لو نطلع على الاجزاء شيء اسمه هون رينال كورتكس، حلو، ورينال ميدلا، ورينال بايراميد. طيب الرينال كورتكس بدنا ننزل على الصورة تحت، انه بحط عليها التفاصيل جاهزة، طلعوا هيها. هاي الصورة طبعا خارجية، كاتب هذا الكلام خارجية وكاتب التفاصيل اللي حنحكيها هسه، انا احكيها انت لو ركزتوا ما بدنا ترجع تقرا هاي الفقرة، تمام. طيب اطلعوا على الرينال كورتكس اللي انا ملونه بالاحمر، حلو، وهي على الكلية كمان، هي استنى ارجع احط احمر، هي على الكلية حاطه بالاحمر، مبين معاي هي اللون الاحمر هذا اللي حاطه على الكلية، تمام، شايفينه منيح، تسنيم الصبايا اللي معاي فاطمة أمل ويوزر. تمام. أوكي، هذا اللي أنا هسه لونته بالأحمر بزيادة، تمام، هو الرينال كورتكس. هو فعليا عبارة عن إيش، وكأنه الغشاء، يعني خلينا نحكي آخر غشاء موجود جوا الكدني، تمام، جوا الكدني من جوا، ركزوا حاجات من جوا الكدني، تمام، لأنه في لها غشاء خارجي وغشاء داخلي، حرفيا زي مبدا السيل ممبرين، كيف البلازما ممبرين عندي كانت هي بتحيط بين عفوا الاي سي اف والاي سي اف، تمام، هاي زي كانها نفس المبدا الرينال كورتكس، هي جواتها فياتها هون اللي جوا هاي فياته عالم، ولو براتها مش عالم فياته، فيها غشاء ثاني يعني باعتبار، تمام كده كده. اوكي حلو الكلام لهون، اتمنى تكونوا وصلوا المعلومه ومركزين معها. اللهم صل محمد. طبعا انتم مهما شفت الموضوع صعب، والله لما ترجع تثبتوه سريع وراي ومع شويه التفاصيل والشرح المكتوب ان شاء الله راح يكون سلس جدا. وطبعا اي حدا بده يبعث لي مسج يسالني على شغله حتى لو شوي خارجيه ما في مشكله، لو ما كنت تعرفها راح اسعى له او اسعى لها اجيب لها المعلومه الصح ان شاء الله وافهمها اياها. حلو، انا نسيت على بلا مؤاخذه احط هنا رقمه وغيره، ببعث لكم ان شاء الله على الجروب اللي مش معه في حال حدا دخل من الفيسبوك، نزلت الرابط على الفيسبوك تبع المحاضرة. اوكي الرينال ميدلا، الرينال ميدلا طلعوا انا حاطه بالازرق، هو انا حاطه مربع عليها بالازرق معناته انا جوا حاطها بالازرق، تمام، اطلعوا لي وركزوا، بدي اعمل لكم اياها بالاصفر لان اللون حيكون كثير فاقع. طلعوا شايفين هاي، هاي زي انا عاملها زي فعليا زي كانها مثلثات، هي فعليا زي كانها مثلثات، اتمنى تركزوا بهاي الجزئية البسيطة، تمام، هاي المثلثات كلها شايفينها طبعا، هي على أمي، تمام، كلها شايفينها طبعا، لآخر واحدة لغاية هون مش مهم. حلو، هاي كلياتهم مع بعض أنا فعليا بسميهم الرينال ميدلا فعليا، تمام، أنا كلهم مع بعض هدول الصفر كاملات هيك بسميهم رينال ميدلا. طيب لو بدي أخذ أنا
واحد منهم، بس واحد يحاف منهم، اللي هو زي مبدأ هرم واحد، تمام، بسميه رينو البيراميد. أصلا بيراميد معناه إنه ميخ بظني إنه هرم، أتوقع يعني بيراميد، نعم زي ما حكيت لكم هرم. ففعليا أنا حتى حكيت لكم هي جاي زي مثلث أو هرم، فالحبة الوحيدة يعني الوحيدة منها أو لحالها بسميها بيراميد، ولكن مع بعضهم أو أكثر من وحدة مع بعض، تمام، بسميها رينال ميدالا. طبعا الفانكشنز تبعتها موجودة في الشرح، برجع لهم إن شاء الله يعني، تمام، نرجع كده 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 حمست شوي. أوكي حلو. طيب الرينال بابيولا هاي مش موجودة عندنا، إلها فانكشن، إلها كل إشي، عالم آخر طبعا مش مطلوبة منها، لأنها من باعتبار مش من الشرح، الصورة هي خارجية، وكاتب على الجنب أنا في الكلام بالعربي إنه الصورة خارجية، وكاتب شو المطلوب منها، تمام. الرينال كولومز برضو خارجية ما بتلزمناش. طيب الفايبرس كابسول، هاي الكبسول تلزمنا، ولكن أنا أصلا جبت كل الصورة هاي يا جماعة الخير عشان هاي، تخيلوا أنا الخضرة هاي بس جبت كل الصورة عشانها، إنه الصورة تبعت الاسلايدات هاي المشطوبة مش يعني مش معين الكبسول، مع الكبسول مبين هاي اللي هي فعليا هاي الخارجية، هي فعليا هاي كلها الكبسول، ولكن انه مش معينها، فانا جبت الصوره يعني الخارجيه هاي، تمام. طيب لو بدي اشيل كل اللون الاخضر من باب تشوفوها هون، تمام، هي طلعوا الكبسول هي عباره زي مبدا الغشاء الخارجي، اللي هو القشره، يعني لو حدا هسه طلع كليه مسكها في ايده هيك، يعني خلينا نحكي بايده طلعها، تمام، الاشي اللي بيكون بلمسه بتحسسه من الخارج هو فعليا بيكون الكبسول، اما بسموها الرينال كابسول او الفايبرس كابسول، خلوا المصطلحين ببالكم، تمام. كده كده اوكي، اللهم صل على محمد. طيب هيلم في كوني منها رينال ارتري والفي شو اسمه رينال فين بدهم، مش معجزه اصلا حكيناهم فوق، بكل بساطه الارتري راح يوصل الدم للكليه، الفين راح ياخذ الدم من الكليه، تمام، بكل بساطه الرينال بيلفس حكيناها هي حوض الكليه، بتجمع في اليورين قبل ما يروح على اليوريتر، يوريتر هيو مطلوب منه طبعا برضه، ديروا بالكم ميزوه، هو باعتبار بدايه زي الخرطوم اللي هون نازل، تمام. الكالكس والميجر والماينر بديش اياهم، ما بيلزموني. حلو، طيب نرجع فوق، اتمنى تكون واضحه. حدا عنده اي سؤال على الصوره؟ بهمني تفهم الاجزاء اللي عينتها واللي علقت عليها، وتحديدا الثلاث الملونين، كله مفهوم؟ الصبايا اللي معاي، مفهوم. بس خلينا نشوف والله مين معي، تسنيم وفاطمة، مفهوم؟ أوكي حلو. طيب أنا بدي أرجع هنا على البداية. أوكي اللهم صل على رسول الله محمد. يجي هون حكيت لكم أنا هسا لو حطلع الكلية مسكها في إيده إيش راح يمسك؟ الكبسول فايبرس أو رينال كابسول، فبالتالي الاوتر ريجن كولد، هي الاوتر ريجن اللي هي المنطقه الخارجيه، يعني اخر اخر منطقه بر باعتبار او كانها، تمام، ايش هي فعليا؟ الرينال كابسول. حلو. طيب الانر ريجن، انر ريجن مش مقصود فيها داخل جوا جوا زي ما حكينا من زمان، بدأ بوسط الكليه، لا هي باعتبار اول غشاء او اول منطقه، تمام، تحت الكبسول، هي مين؟ الرينال كورتكس اللي هيها هي موجودة هون، حكيت لكم هون، وتحت هون كنت مخطط لكم اياها احسن، عفوا بالصورة هون كانت واضحة اكثر احسن، هي بالاحمر، تمام، هي بنسميها الكورتكس احنا، وحط طبعا الفانكشنز تبعهم كلهم انا تحت شوي يعني في الملخص. والله استاذ محمد بضل اخر اشي، عفوا لا بعتذر بعتذر، انا اسف انا صحيت بشغله، ان الريجن هي مخطوط فيها اللي جوا باعتبار، تمام، هي بدايه التفاصيل، يعني هسه هاي اللي هو الكورتكس والكبسول بعتبرهم زي غالبيتهم بروتكشن، لهم وظائف طبعا ولكن زي بروتكشن نوعا ما، تمام. الانر مخطوط فيها الداخلي اللي هي الكورتكس، عفوا عفوا وين نروح دقيقه والله، الكورتكس، لا لا مزبوط، انا اسف حكيت اول مره صح، خلوني زي ما حكيتها صح، تمام. بيضل عندي اخر اشي، اخر اشي موجود في الرينال تحت الرينال كورتكس، تمام، اللي هي البيراميدز، اللي هي بمعنى اخر مدلة، تمام، رينال مدلة او رينال بيراميدز. حلو الكلام، تمام، بعتذر انه رجعت حكيت المعلومة، فكرت حالي حكيتها غلط بس كنت حكيها صح في البداية. طيب رينال كورتكس اند رينال مدلة، تمام، طبعا انا حاطلكم بين قوسين المدلة
هي نفسها، مش نفسها طبعا يعني، ولكن هي خلينا نحكي يعبر عنها برضو انها تكون رينا البيراميدز. وركزوا، احكي لكم بيراميدز مش بيراميد واحد، هي عباره عن زي اكثر من مثلث مع بعض، بنسميهم احنا فعليا مظله، تمام؟ فالكورتكس والمظله فعليا او البيراميدز هم contain the functional unit of the kidney. اكيد كلكم بتسمعوا في مصطلح نفرون، تمام؟ ولو من ايام التوجيهي ولا صدفه ولا غيره، يعني هو بشكل عام مصطلح شائع انه معروف، هو بنقل هيك معروف عند الشعب. بحكي له ايش يعني نفرون؟ بحكي لك بنقل الدم في الكليه، اكثر هيك بيعرفش، تمام؟ فالفانكشنال يونت اللي هو الوحده الاساسيه او الوظيفيه الرئيسيه في الكليه اللي بتنقل الدم فعليا هي النفرون، تمام؟ طيب في طبعا النفرون تفاصيل لجوه لتحت ان شاء الله بنحكي عنهم. حط لكم امبورتنت نوت، تمام؟ النوت تمام ممكن يكون منهم استنتاجيات او ممكن يكون منهم شغلات مبهمه محطوطه بشكل غير مباشر في سلايدات او زي هيك، حلو؟ طيب طبعا التفريغ اشمل من السلايدات عشان تكونوا عارفين، يعني التشميل مش التفريغ تبع هذا مش بس سلايدات، اشمل منه، حلو؟ فيها معلومات زياده طبعا ضمن المنطق، يعني كلها معلومات تحتاجوها، ما تخافوش يعني مش إشي هابده من عندي، ولكن مش سلايدات تحكم متعب حالي على سلايدات. السلايدات لو بدي اعمل سلايدات كان بدل ما اعمل هسه تقريبا ثلث التفريغ ثلث السيستم، كان خلصت السيستم، السلايدات فاضيه لانها اوكي. الفلترنج يونت اوف ذا نفرون از جلومرولس، تمام؟ الإشي اللي حكيت لكم اياه فوق في البدايه، هون 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 تتذكر هيو، حكيت لكم بلاد جيتس فلترد باي جلومرولس، تمام؟ وين ارجع انزل هنا، وانا فعليا الجلومرولس موجود جوا النفرون وهو المسؤول الرئيسي عن تنقيه الدم جوا النفرون، تمام؟ يعني بمعنى اخر، معنى اخر المسؤول عن تنقيه الدم النفرون، مزبوط. طيب ليش؟ لانه النفرون يحتوي في داخله على الجلوميرولاس، تمام؟ اللي هو هذا هو الجلوميرولاس، هو المسؤول الحقيقي او المسؤول الرئيسي عن تنقيه الدم. في ثاني بنقوا الدم طبعا، ولكن الرول الاساسي الدور الرئيسي والاساسي للجلوميرولاس، تمام؟ حلو لهون. طيب حطيت هنا سامري بسيط او تلخيص بسيط اللي حكيته، اللايرز تبعت الكدني برضه لسه تناسي معنا لايرز، انا الحمد لله بالعربي، اللي هي الكابسول والكورتكس والبيراميد، تمام؟ طيب لو حدا جاب لي، عفوا لو صدفة جاب لي في الامتحان، وانه نادر تصدف تيجي، بدل البيراميد مدلة، تمام؟ وان كان جايب لي اياهم الخيارات layers of the kidney are رينال كابسول رينال كورتكس رينال بيراميد، تمام؟ وخيار رابع مدلة، تمام؟ اعتبروا ها اعتبروا الغلط هو المدلة، هيك حسب خلينا نحكي المطلوب. ولكن لو صدفة انه جايب لكم all of above are correct بتحطوا المظلة انها صح. اتمنى تكونوا فهمتوني. المظلة فعليا هي لانها تشمل البيراميد، حلو؟ فهي تعتبر من ضمن اللي هو layers، تمام؟ ولكن لو صدفة انه جاب لكم اربع خيارات من هذول حكوا لكم مين الغلط، حطوا لي المظلة، تمام؟ مش راح تيجي طبعا، نادر ما تيجي، ولكن انا فقط علي التنبيه. حلو الكلام؟ حلو. الرينال كابسول حط لكم الاسم الثاني لها، فايبرس كابسول، ايش وظيفتها؟ بروتكس ذا كدني فروم اوت سايد، تمام؟ طبعا هذا الشيء العام، يعني فعليا فعليا لو نجي على الصح، تمام؟ لها بيكون وظائف اخرى، ولكن هذا بشكل عام اللهم صل على محمد. شو اسمه؟ الشيء الاساسي، حلو، ولكن هي فعليا الها يعني كيف احكي لكم، يعني هاي وظيفه تبع البروتكشن، هاي وظيفه ثانويه، وظيفتها الرئيسيه شيء ثاني، تمام؟ على كل حال ان شاء الله بعدلها بالتفريغ برجع ببعثه، بديش احط الوظيفه الثانويه، بدي احط الوظيفه الرئيسيه. طبعا هاي الوظائف العلم شيء مش بالصيدله عشان تكون بالصوره يعني، تمام؟ اللهم صل على محمد. كنت بحكي انا، وصلنا عند الرينال كورتكس اللي حكيت لكم هو اول شيء من تحت الكبسول بين الكبسول والمظله، تمام؟ هاي الفانكشن تبعته، هاي الفانكشن الرئيسيه، تمام؟ فعليا هاي الفانكشن انا حاطها الرئيسيه الصحيحه العلميه يعني مليون بالميه، وهاي مليون بالميه هاي زي ما وظيفه ثانويه ان شاء الله بعدلها، حلو؟ فعليا الوظيفه الرئيسيه للكبسول هي باعتبار سبورت لشكلها وشغلات زي هيك، يعني بجيب لك اياها بالضبط ان شاء الله، تمام؟ ولكن كورتكس رينال كورتكس والرينال بيراميد هاي الوظائف الرئيسيه لها الحقيقيه نحطها، تمام؟
يعني مش هاي مش وظائف ثانويه، هاي الشيء الاساسي اللي بتعمله. الرينال كورتكس ايش الفانكشن تبعتها؟ تمام، بتبلش هي عمليه الفلتريشن ببساطه، هي بلاد فلتريشن يونت بيجنس، بتبلش عمليه الفلتره ببساطه. تمام، الرينال بيراميد الفانكشن تبعتها، ناس اكتب كلمه فانكشن انا بالله بس فانكشن ونقطتين زي هيك، حلو، واجي لهون كده احطه هاي هيك، بس ما ادري لحظة ماشي يعني خربته شوي بس مش مشكلة. حلو، هاي الفانكشن تبعته، عفوا، help the blood with filtration and water concentration regulation within your kidney. الرينال بيراميد برضه فعليا يعني هو بيساعد في عملية السلطة، حقلت الشيء الرئيسي او الاساسي للفلتريشن هو مين؟ الجلوميرولاس. تمام، هو يعني كيف بيحكوها، الجزء الاساسي اللي بيعمل فلتريشن عندي للنصوص حمض الدم، ولكن في شغلات بتساعده ثانيه زي الرينال بيراميدز مثلا. تمام، بتساعده بشكل يعني بشكل ممكن يكون خلينا نحكي مش اساسي، ولكن لها دور بالاخر اسمه بيساعد في الفلتريشن. طيب الشغله الثانيه الاهم من تبعت الفلتريشن اللي بتعملها البيراميد، هي تحافظ على تركيز المياه في داخل الكيدنس تبعتنا، الكلى. طبعا الكلى تحتاج، طبعا زي ما هي حكيت لكم، بتحتاج ممكن دم نقي عشان تنقي الدم الملوث او الفيض وفضلات. تمام، برضه قد تحتاج لمواد اخرى زي الدم، زي عفوا زي المي. تمام، في طبعا عندي في كل جسمي فعليا خاصيه اسموزيه بتنتقل سولتس على غيره، سولتس املاح يعني قصدي، تمام، من جوا لبرا، برا لجوا والى اخره. فالوظيفه برضه الرئيسيه وقد تكون الاهم من الفلتريشن البيراميد، تمام، انها ووتر كونسنتريشن ريجوليشن، بتحافظ على تركيز المياه في داخل الكيدنز. حلو الكلام، حلو جدا. هاي الصوره حكيتها، تمام، هاي كاتب لكم اللي عليه بالاخضر، هاي طلعوا، هاي كتبت لكم، هاي الصوره خارجيه مش مطلوبه منكم حفظ، يعني ما تيجي حدا يحفظ لي الهلم والكورت، عفوا الكاليكس الميجر والماينر والى اخره، تحفظوا الصوره اللي فوق وتفاصيلها. الصوره هاي حطيتها للتفحيم، وحطيت لكم تحت هون هاي مربع هو الامور الاهم، وهي شرحت الصوره، ان شاء الله اكون مش مقصر معاكم. حلو، طيب هسه تكمل الاناتومي تبعت الكيد. طيب بحكي لي the useful materials will be reabsorbed to the blood. حلو جدا. الكليه حكيت لكم انا شو بصير فيها فعليا، حكيت لكم يعني بضل اعمل عمليه الفلتره، تمام، وما بصير يورين الا لما يوصل عند اخر شيء الرينال بلفس اللي هو حوض الكليه. تمام، طب ليش؟ لانه فعليا انا الماده المنقاه واللي بتم تنقيتها الفلتريت حكيت لكم اسمها، تمام، حنوصلها تحت يعني اسمها حنشوفه تحت شوي بعدين. تمام، عشان لما تكون لسه فلتريت بكون انا كل شوي في كل جزء من اجزاء النفرون والى اخره بعمل لها ايش؟ ابسوربشن، برجع باخذ يوسفول ماتيريال، برجع باخذ منها مي، برجع باخذ منها جلوكوز، برجع باخذ منها امينو اسيدز، برجع باخذ منها شويه سولتس، برجع بمتص يوريا. بدك تحكي لي يوريا؟ حكيت لك يوريا هي مش عباره عن بول، هي فقط من المركبات، خلينا نحكي من انواع البول، ولكن ما بتخلص منه خارج الجسد، بتخلص منه اليورين. حلو الكلام؟ طيب وهي اند ويست ويل بي ترانسفيرد، عفوا، ترانسفيرد تو كولكتنج داكت. كولكتنج داكت هي القناه الجامعه، هي اخر شيء تحت في النفرونز، اخر شيء في النفرونز يعني اخر شيء برضه في الكليه، اللي هي قبل نوديهم للحالب، والحالب بعدين كل المثاني، والمثاني للاحليل نتخلص منها. تمام، هي القناه الجامعه اخر خلينا نحكي جزء في الكليه في داخل النفرونات تحديدا. تمام، طيب بحكي لي بلاد ريتش كيدني ثرو رينال ارتري اند جو باك تو هارت ثرو رينال فين، زي ما حكيت لكم حط لكم بالعربي، معروفه طبعا زي اي عضو اخر، بوصلني الدم لهذا العضو عن طريق الشريان، باخذ الدم منه عن طريق الوريد، الا بخصوص الرئه، بفكونا من الرئه، احنا ما لناش دخل في الرئه حاليا، يعني الرئه ما اللي دخل فيها. تمام، بلاد انتر، عفوا، انترز نفرونز، تمام، ثرو افرنت ارتريول اند اكزيت ثرو افرنت ارتريول. طيب ايش معنى ارتريول؟ هو نفسه ارتري اللي هو شريان، ولكن شريان مسيطر اللي احنا بنحكي له بالعربي شرايين. تمام، ارتريول، هاي ارتريول هي فعليا اخت ارتري، ارتري كده، ولكن على اصغر منها بشوي. اصلا طلعوا الكتابه ارت تيري هون لغايه هون، بعدها بدل الواي اي او ال اي. تمام، هي فعليا شرايين مش شريان. تمام، اف عفوا افيرنت معناها ايش؟ وارد.
افيرانت معناها صادر، انتم احفظوها بعقلكم، مش دائما تكون مثلا ايام البيو ايش دائما يحكي لك اي شيء فياته اكزو لبرا يعني خارجي او مصدر او هيك، تمام؟ انا نفس المبدا بحكي لك، بس انا فيش اكزو، في عندي اي، حرف الاي هو الاساسي، لما تشوفوا اي لانه فعلا نفس الكلمه افرنت افرنت، بس بدل الاي اي هناك وهنا بدل الاي اي، حلو؟ هون لما تشوف حرف الاي معناته خارج لبرا، معناته صادر، تمام؟ معناته بده يعني ياخذ الدم من الكليه، يعني يوديه لبرا الكليه، بمعنى اخر افرنت بده ياخذه لجوا الكليه، يودي الدم لجوا الكليه، تمام؟ حلو؟ ان شاء الله انه كل شيء واضح لهسه. طيب حلو، هاي حطيت لكم تحتيها نوت صغيره، بلاد جوز تو جلومرولاس اند بومن كابسول تو بي فلتر، حلو. طيب الجلومرولاس هي يعني العضو او الجزء الاساسي جوا الكليه اللي بيعمل فلتريشن، بومن كابسول هي برضه من تعتبر من يعني الاجزاء الاخرى جوا الكليه بتساعد عمليه الفلتريشن، زي حكيت لكم هسه فوق هون من شوي صغيره لسه البيراميدز هي هون، تمام؟ هيلب ذا بلاد وذ فلتريشن، برضه هي بتساعد، ولكن اكثر من شيء بيساعد، ولكن بالاساس او الاهم مين؟ الجلوميرولاس، اللي هو اللي احنا بنسميه ترى في العربي كبيبه، حط اسمها لتحت برضه ترجمتها هاي، حلو؟ واحط لكم بين قوسين ذا موست امبورتنت كومبوننت هيها از جلوميرولاس، اللي هي الكبيبه او بالعربي الكبيبه او الكبه بيحكوا لها، تمام؟ اسمها بالعربي يعني مش كثير يعني قريبه من الشخص، وانا يعني انا والله عرفت اسمها بالعربي، العربي عشان ترجم لك اياها بس، ولان انا حالي ما كنت مهتم اعرفها بصراحه. طيب نيجي لعند البلاد فلو انسايد ذا كدني. طيب البلاد فلو انسايد ذا كدني، اتوقع ان هاي تطلعوا، انا فعليا هاي تطلعوا من وين بيجي البلاد؟ اول شيء من الهارت عن طريق الرينال ارتري، تمام؟ بنبلش سيجمنتال ارتري، انتر لوبلر ارتري، اركيويت ارتري، نرجع لارتري اخر اخر او ارتريول والى اخره، تمام؟ لاخر شيء نوصل لعند فين، طبعا معروف حكيت لكم انه بنبل يعني بنجيب دم عن طريق ارتري، بنوديه من العضو لبرا لعند القلب مره ثانيه عن طريق الفين. طيب اللي بالنص هاي جوا كلهم، حكيت لكم طلعوا هون، كتبت لكم يا اخوان لا تحفظوهم لو كنتم ملحوقين بالماده، بس لو بتدرس اول باول، يعني هسه مثلا حدا فيكم خلصت المحاضرة راح نام صحي الصبح، وبعدين انكم يا صبايا درستهم او بنكم يا شباب اللي حتحضروا الفيديو المسجل غيره احفظتهم كثر الله خيرك، ممكن يجي عليهم سؤال، ممكن ما يجي عليهم سؤال ولا كأنهم لم يوجدوا، برضه ممكن جدا وش شائع انه ما يجي عليهم سؤال، ولكن انا تفريغ مجبور احط كل شيء تفريغ شامل ان شاء الله، ما حدا يقدر يعني زي ما يقولوا يعتب علي، تمام؟ هو باعتبار هذا فعليا كيف بنتقل الدم جوا الكلية، من وين لوين لوين لوين، بضل ينتقل طبعا من شريان لشريان، شريان لشريان، شريان لشرايين 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 إلى آخره، بوصل الجلوميرولس بيرجع على شرايين ثاني، بعدها بيطلع على الوريد، تمام؟ طيب هسه نبلش نحكي عن النيفرونز. النيفرونز في عندي in each kidney I have 1 مليون نيفرون، في بعض الكتب بحكي لك انه we have 1.5 نيفرون، مليون ونص نفرون، تمام؟ احنا نعتمد الواحد، تمام؟ ولكن دفتر في الامتحان صدفت ما جاب واحد، بده يكون جاب لك واحد ونص، تمام؟ وما راح تصير، مش حيجي سؤال سهل لدرجه يقول لك كم نفرون عنده في الجسم، رايح وراس في الخون، تمام؟ حلو، في عندي تو تايبس للنفرونز، بناء على شو فعليا؟ بناء على شو؟ ركزوا، طبعا هذا الشيء مش مذكور بالسلايدات، وانا ما حكيته بشكل مباشر، انا هون حطيته، تمام؟ حطيت بناء على ايش انا يعني بقسم النفرونز، ولكن انا ما حطيتها بشكل مباشر، حلو؟ وانا هيك بحكيها بالفيديو. النفرونز بقسمهم انا لنوعين، الكورتيكال والثاني الجي ام ان، تمام؟ الجوكست بطلت اعرف احكي الحمد لله، جوكستا ميدالري، جوكستا ميدالري نفرونز، تمام؟ بننزلها بالجي ام ان باختصار. طيب بناء على شو انا بقسمهم لجي ام ان او كورتيكال نيفرونز؟ بناء اذا عندي كان انا ثنيه هنلي موجوده جوا المدله او لا. كيف يعني يا عماد؟ شو يعني ثنيه هنلي اللي ما بتذكرها غيره؟ هسه راح احكي لكم اياها. ثنيه هنلي هي ضمن الاعضاء او خلينا نحكي العضيات الموجوده جوا الكلي، تمام؟ اذا كانت ثنيه هنلي طويله لدرجه انه في جزء منها موجود جوا المدله، المدله العماد المدله اللي حكيت لي اياها انت هون، هاي المدله، هي نفسها المدله هاي بالازرق هون، تمام؟ اذا كانت ثنيه هنلي، طبعا هون بصوره مش مفصله بزياده، في صور لسه فصلت الكليه اكثر واكثر، بورجيكم اياها هسه ان شاء الله تحت، حاطها انا حسب ما بتذكر الصور، طبعا تخافوش يعني لو نسيت شيء هاي حاطها كلكم، بس لو نسيت شيء برجع بحطه وبلفه، تمام؟ ولكن لحد الان مش ناس صور ولا ايش ان شاء الله.
اللهم صلك يا رسول الله محمد. وين بحكي انا؟ وين رحت؟ اوكي، فاذا كان عندي الهنلي لوب اللي هي ثانية هنلي بالعربي، اذا كانت هاي الثانية داخلة في المدلة، بمعنى كيف تكون داخلة؟ لما تكون تو لونج فعليا، هيك لما تكون طويلة ثانية هنلي كثير تكون داخلة بالمدلة، انا بكون مسميها الجي ام ان او الجوتكسا ميدلري، جوتكسا ميدلري نفرون. تمام، لو ثانية هنلي عندي كانت قصيرة او مش داخلة فعليا في المدلة بتكون انا كورتيكال نفرونز. تمام، هاي الشيء مش حاطه انا تفصيليا كتاب، لانه هو مش مذكور بالاستعداد، مش مطلوب منكم، انا ضفته من يعني من عندي. تمام، بشكل غير مباشر كنقطة هون سي. تمام، وهنا برضو كنقطة وين رحت؟ هون بي. تمام، وبرضو لما حطيت السمري اللي هو التلخيص للي فوق، هذا الكلام اللي فوق من عند تبع النفرونز، برضو حطيتها فين هون، وحنرجع ان شاء الله برجع باكد عليه. حلو، طيب صبايا حدا عنده اي سؤال؟ اتوقع ضل معي ثنتين او ثلاث بس، يعني حدا فيكم عنده سؤال يا صبايا؟ لا، كل شيء واضح. تسنيم، اي استفسار، اي ابهام عندك؟ لا والله، لا تمام، الحمد لله، يعطيك زوز العافية. الله يعافيك يا رب. فاطمة، فاطمة مش شرط تفتحوا المايك صبايا، عادي اذا في عندكم شيء بلغوني، تقدر تفتحوا المايك او تبعثوا على الشات تبع الزوم، وانا ان شاء الله اخش قبل ما اخلص المحاضرة بشيك عليه. تمام، اللهم صل على سيدنا، صلوا على النبي، خلينا نجيب حسنات من وراك. اللهم صل عليك يا رسول الله محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك. طيب نبلش في التايب الاول تبع النفرونز اللي هو الكورتيكال نفرون. تمام، واحط لكم برضه نفصلها بالزياده بين قوسين، كورتيكال ريفير تو كورتكس. عماد طبعا لو بدي احكي لكم بالعربي، والله دقيقه بالله خليني اترجم لكم اياها بالعربي بس ثانيه، خليكم معي. هاي كورتكس قشر معناها، فكورتيكال تكون قشري اتوقع، شيء زي هيك. قشري يعني، طيب يعني بمعنى اخر كورتيكال معناها زي مبدا نفرونات، قشريه. تمام، ليه؟ لانها بدها تكون موجوده فعليا البوزيشن او الاناتومي، مش اناتومي، اناتوميك ستراكشر لإلها بده يكون في الكورتكس. تمام، فعشان هيك سميت اسمها مسمى كورتيكال في الكورتكس، يعني نفرونات قشريه لانها موجوده في قشره الكليه بكل بساطه. تمام، طبعا حطيت لكم الكورتكس مقصود فيها الرينال كورتكس، ولكن رح نصير يعني لتحت تشوفوا في التفريغ او حتى بالسلايدات، لو حدا فيكم مثلا صدفه تطلع عليها رح تصير تشوف بدل الرينال كورتكس كورتكس، بدل الرينال كابسول كابسول حاف، فاهمين علي كيف؟ فبرضه بس انا هنا فصلتها وحكيتها. حلو، طبعا اغلب النفرونز عندي في الجسم، مش في الجسم، في الكدني عفوا، في الكليه، خمس او مش 85%، اسف. تمام، 80% من النفرونز اللي عندي في الجسم فعليا بيكونوا كورتيكال. بس معلومه زي ما على الماشي، لو جابوا لنا، طب ممكن تكون محط سؤال هاي المعلومه، لو جابوا لنا اياها والله علامه ببلاش يا جماعه الخير والله. حلو، طيب تذكروا، طلعوا قبل، خلينا اقرا لكم اياها بعد ياكلوا، تذكروا كاتبها بالعربي برضه مش مغلبكم فيها. هاي بحكي لي 95% of a blood supply that reaches from cardiac output to kidneys goes to cortical nephrons because they are the most nephrons of kidney. 95% من الكارديك اوتبوت. تمام، كارديك اوتبوت حكيت لكم اياه هسه هون قبل نتوفه صغيره. تمام، هيو وحكيت لكم هي رمزه طبعا سي دوت او، مش كربون سي او، سي دوت او كارديك اوتبوت. تمام، الكارديك اوتبوت حكيت لكم هو ضخ الدم، ضخ عفوا ضخ القلب لاعضاء الجسم، بوصل 22% من الدم اللي بتم، من الدم اللي بضخه من القلب للكليه، صح؟ 95% من الدم اللي بضخه للكليه، تمام؟ طب اللي هو 95% من اللتر و100 من اللتر و100 مل، حلو؟ 95% منهم بوصلوا عند الكورتيكال نيفرونز، تخيلوا لو اعتبار عند النفرونات القشريه اللي بالقشره تبعت الكليه. تخيلوا، هنا برضو طلعت لكم رياضيا عشان لو جابها في الامتحان كحسبة رياضيات ما تتغلبوا، اللي تطلع فعليا 1045 مل. تمام، 1045 مل لو بدنا نحولها لشغلة لتر بتصفي زي هيك. تمام، 0.45 لتر، لتر لا دقيقة، هاي لتر بتعيط هون اللتر. حلو، 1.045 لتر، انا حسبت لكم رياضيا ريحتكم منها طبعا، شدوا بال اسمه باستعداد حسبتها يعني، ولكن لو اجت سؤال انتم محسوب كونوا حافظين كرقم وريح راسكم من البدايه. تمام، 95% من البلاد سبلاي الدم اللي بوصل اللي بنضخ من القلب لعند الكليه. تمام، حكينا بوصل لتر و100 مل، من هذا اللتر و100 مل بوصل لتر و45 مل. تمام، او يعني 1000 مل
1145 مل، تمام، بوصل لعند الكورتيكال نيفرونز. تخيلوا، بس هاي المعلومه هاي بحكي لكم اياها. طيب، ضل عندي اخر شيء بسيط في الكورتيكال نيفرونز، شو هو الكاركترستكس؟ تمام، الكاركترستكس يا جماعه الخير، خلني بالله بس ثواني، ها اكتبها هنا معكم، هنا دقيقه، هنا كده. الكاركترستكس معناها السمات، تمام، لمين؟ للكورتيكال نيفرونز، حلو، نيجي هيك اعطيك اياها هون سمول، حلو، اعطيك اياها وانا بحكي معك. اللهم صل عليك يا رسول الله محمد، صلوا على النبي. كمان مره خلينا نجيب حسنه، فرصه نجيب حسنه انتبه الليل. ففي عندي كاركترستكس، هي سمات عامه او سمات مميزه، تمام، بس بتخص النفرونات القشريه اللي هي الكورتيكال نيفرونز. تمام، ايش هم؟ اول شيء بدي ابلش بي، تمام، اللي راح احكي لكم اياها هسه. اول يعني هي بي يعني زي ما يحكوها محمد، بترادف المعلومه الاولى اللي هي ذا موست اباندنت او مور نيوميرس نيفرونز ان ذا كدني. حكيت لكم فعليا الكورتيكال نيفرونز بتمثل 80% من اللي هو المقصود محمد النيفرونز الموجوده في الكليه، تمام، حلو. ايه بروديوس ليس كونسنتريتد يورين او مور دلوتد، هاي لها تفاصيل حنحكيها تحت بزياده. باختصار انا الفلتريت اللي حكيت لكم عنه، تمام، بيكون ينتج فعليا عندي وينتقل جوا الكليه لغايه ما يطلع منها بسميه يورين، تمام. خلال انتقاله بيكون تركيزه ممكن يزيد وممكن يقل، تمام. فلما يوصل فعليا هو عند الكورتيكال نيفرونز تركيزه بيقل، تمام، بقل تركيز اليورين. فبمعنى اخر حكيت لكم ايش بالعربي، هيو بصير بعينان كلهم البول على افتح، تمام. اخر شيء، هاي المعلومه اللي حكيت لكم هي فعليا اسس، يعني انا اصلا حطيت هاي المعلومه سي، تمام، وتطرقت لها لانه بالسلايدات حتى وغيره والتفاريغ بتلاقيهم كلهم حاطين لك تايبس اوف نيفرونز، تمام. يلا كورتيكال وجوكسا ميدلري، تمام، جوكستا ميدلري، تمام. ومش حاطين لك طب هو شو اساس الهاي، شو اساس التصنيف. فعليا اساس التصنيف بناء على الاكزيستنس اللي هو وجود ثنية هنلي في المدلة أو لا، تمام؟ طيب فالكورتيكال مش موجودة فيها هنلي لوب اللي هي ثنية هنلي في المدلة، معناته هي كورتيكال، تمام؟ طيب نوصل على هاي، طبعا تعتبر من السمات المميزة في الكورتيكال إنه ما فيها ثنية شو اسمه؟ نو هنلي لوب إن ذا مدلة، تمام؟ حلو. الجوكستا ميدلري نيفرونز جي ام ان، حط لكم جوكستا معناها نير، نير اللي هي باعتبار هاي النفرونز قريبة من المظلة، قريبة من المظلة اسمها مسمى، هي قريبة من المظلة، فبالتالي هنلي لوب يعني فاوند ان ذا مظلة. في هنلي لوب خلينا نحكي بتوصل المظلة، بتكون جزء منها وكأنها، تمام، حلو. فبالتالي تصنيفها صنفناها جوكستا ميدلري نفرونز اللي هي جي ام ان، تمام. طيب حكيت لكم فوق 80%، مش 30 عفوا، 80% من اللي هي النفرونز بتكون كورتيكال اللي هي قشريه، تمام. حسب كلام الدكتور كان حاط لنا 30% منهم نفرونز، عفوا جوكستا ميدلري. طيب حكيت وهي حط لكم بالعربي وراها، لو نجمع النسب حتطلع 110%، تمام. لو اجى سؤال في الامتحان كملت فيها بالعربي حسب كلام عفوا هون فعلا زي كان في فاصل، تمام، شخطه بس الناس غلطتها. لو شو اسمه اجى سؤال في الامتحان، تمام، وكان حط لكم النسبه 20 او 30%، تمام، اللهم صل على محمد، شو اسمه، حط لكم النسبه 30% تبعت الجوكستا ميدلري نيفرونز، حطوا 30% هي الصح، حتى لو تقول لي النسبه 110% انسى، تمام. ولكن لو جاب لك سؤال حكى لك شو اسمه، حط لك 20% مش حط 30%، 20% هي خيار الصح لنسبة النفرونس تبعت الجي ام ان، تمام. ولكن ما بدك تحكي لي عماد هل حجيب لك 20 او 30%، لو جاب لك 20 او 30 اعتمد 20، تمام، عشان تطلع النسبة صحيحة 100%. ليه؟ لأنه هون يعني هاي الدوكستا ميدلري نفرونس، تمام، هي خلينا نحكي صار عليها خلاف نوعا ما، اللي هو الدكتور حكى هيك بس الكتاب بيحكي 60 او الاستاذ بتحكي 20، الدكتور حكى 30 زي هيك، تمام. ولكن شو اسمه للاخر يعني، يعني كيف احكي لكم، منطق التصليح حيحكي لك هو الشيء المعتمد بالسلايدات او الكتاب، تمام. والكتاب ايش كاتب هنا اللي هي الكورتيكال كم 80%، كم بده يضل 100%؟ 20%،
تمام، فهمتوا كيف؟ هذا الاوسط فجابوا 20 و30% مع بعض كنسبه، انه حط لك اياها هي هاي اختار له 20، ولكن لو جاب 30 لحالها اعتمدوا ال 30، تمام؟ مش تحطوا ولا واحده منهم. حلو، طيب الكورتيكال نيفرونز بتتلقى يعني 1045 مل من الدم اللي بنضخ من القلب للكليه، تمام؟ معناته اخر 5% 65 مللي بده يروح لوين؟ للجوكستا ميدالري نيفرونز اللي هي جي ام ان، تمام؟ حطيت لك وراها خصائصها المميزه اللي بتميزها. اول شيء موست اوف ان اللوب، انه اغلب ثانيتين راح تكون موجوده بالمظله وكانها داخله بالمظله، تمام؟ وهاي بروديوس مور كونسنتريتد يورين، يورين عفوا، لما توصل الفلتريت اللي هو الماده اللي بتم تنقيتها، قاعد السوائل اللي بتم تنقيتها حاليا جوا الكليه، توصل لوين؟ لعند المستشفى محمد النفرونز الكورتيكال، تمام؟ ايش بتصير في الكونسنتريشن تبعها؟ بقل، اللي هو فعليا اليورين اللي هي الماده اللي خلينا نحكي اللي بده يتم التخلص منها. ولما توصل الجي ام ان نفرونز، هي جي ام ان طبعا جوكستا ميدلري نفرونز، تمام؟ لما توصل عند الجي ام ان بتزيد، اتوقع حكينا بتزيد الكونسنتريشن تبعها، تمام؟ مور دلوتد، عفوا انا هو غلطان بشغله بحكي، خلينا نظبطها. ايوه بالضبط، تكون غير مخففه، فزي كانه بيطلع البول منها ولونه غامق، تمام؟ حلو، حطيت لكم هنا العلاقه، تمام؟ لما تكون هنلي لوب لونجر بيكون في عندي ابسوربشن اعلى، تمام؟ فبالتالي مور كونسنتريتد يوراين، حلو، احفظوها حفظ كعلاقه. لما تصير عندي الهنلي لوب اعلى، عفوا لونجر يعني، تمام؟ بتزيد عندي الابسوربشن لليوزفول ماتيريالز، فبالتالي الكونسنتريشن تبع اليورين بزيد. حلو، طيب ليش اصلا فعلا هيك بصير يا اخوان؟ يعني هسه واحد ممكن يسالني فيكو ايش العلاقه بين اللي هون، عفوا الابسوربشن، تمام؟ طبعا الهنلي والابسوربشن علاقه بينهم زي مبدا شيء مساحه سطح، زي مبدا ثنيات الامعاء، تمام؟ ليش والله الامعاء جايه على ثنيات مش خط واحد دغري؟ عشان يطول الاكل فيها وتضل تمتص الاشياء المهمه لغايه ما نوصل اخر شيء لعند الانس اللي هي بعد فتحه الشرج، اتخلص من الشغلات اللي كلها مش مفيده لي، فهمت علي كيف؟ صمد ريابسوربشن، شو طيب علاقته في الكونسنتريشن تبع اليورين؟ فعليا بالابسوربشن انا بمتص المي، وانتم دائما اللي يعني الا ما بتعرفوا يعني او شفتوها بحياتكم، لما تشرب مي كثير بيطلع لون البول بعيد عنكم كثير فاتح، لما ما تشرب مي بيكون لون البول كثير غامق، تمام؟ طيب انا في الريابسوربشن فعليا بمتص اغلب المي، تمام؟ طبعا انا امتصيت اغلب المي، بيطلع اليورين من دون مي، حيطلع غامق بكل بساطه، تمام؟ حلو، مبسوط محمد. الجي ام ان اللي هي النفرونز الجوكستاميدلري نفرونز، تمام؟ بتفيدني في خلال الصيام انها بتصير تعمل ريابسوربشن ل لموزة حمض مي اعلى، تمام؟ الصوره للاسف حفظ، غالبا مش راح يجوا في امتحان الصور، يعني بجوز تجي صوره صورتين، تمام؟ حتى اسئله الدكتور احمد دويري اللي هو اخر دكتور اسئلته بالعاده بيحكوا يعني من اخوي اكبر منه لانه مخلص الماده من زمان وكذا، اغلب اسئلته بهيك سنوات وكذا، فانسى يعني غالبا مش حيجيبه برضه صور، تمام؟ بتحفظوها، مش حقدر بصراحة أفيدكم فيها، يعني بدكم تحفظوها حفظ للأسف، يعني أنا آسف. نفس الصورة اللي كنت حاطها فوق أو قريبة منها نوعا ما، إنه عليها تفاصيل الكدني، بتلزمناش إذا كنتوا حافظين الصورة اللي فوق بتفاصيلها، خلصها ما بتلزمنا، تمام؟ برضه هذا لو كنت دبر حالكم تحفظوه، فشش بصراحة أنا أفيدكم فيه شخصيا، كاربط لكم معلومة ما عندي، يعني أنا بدي أعتذر عن هاي الشغلة، تمام؟ تفصيل بسيط، عفوا تلخيص بسيط مش تفسير، تلخيص بسيط عن كل اللي حكيته فوق. طبعا يا اخوان بتعرفوا شو بروحك في الموضوع يا صبايا ويا شباب اللي حيسمعوا الفويل حيسمعوا المحاضره، انه هذا الشغل الثمان صفحات تقريبا حرفيا بدون مبالغه بيجي فيات بجوز حوالي 10 ساعات شغل، يمكن والله يمكن اكثر شوي. هيني خلصت شرحه بافرج ساعه ونص، تخيلوا يعني هي ساعه هسه ساعه ونص تقريبا، انا بدي توصل ساعه 40 ساعه 45 يمكن شيء زي هيك، بس انه تخيلوا شغل كم بتتعب كم، اخر شيء بتشرحه بثواني، بس ان شاء الله انه شغل مستاهل ومفهوم واضح لحاله ان شاء الله، وكله زي ما حكوها ان شاء الله فداكو، بس تجيبوا علامات ممتازه والله يوفقكم ويسر اموركم. طيب طبعا انا اعتمدت شغله السمريز اللي هي الملخصات هاي بعد كل موضوع بحكيه، عشان في طلاب بتلخص فما تغلب حالها وكذا، اعطيت تلخيص بسيط بزياده، وحب يزيد معلومه ينقص معلومه هذا بايده، ولكن الهيئه الاساسيه او البنيه التحتيه زي ما حكوها للتلخيص
ترخيص الكلام اللي حكى فوق انا حاطه من عندي، تمام، عشان ما اغلق. وفعليا لو واحد، يعني والله مش مزح، لو واحد هسه يدرس الماده مره واحده وراي، تمام، بده يرجع يراجع للتشابتر هذا مثلا، تمام، طبعا التشابتر ما خلص، انا هذا كله اللي حكيته تقريبا ثلث التشابتر بس. حلو. اللهم صل محمد. لو واحد درس الماده مره هسه وراي كامله وبجد يراجعها، درس بس السمريز هاي الملخصات، والله راح يستفيد كل المعلومات. حلو. طيب صراحة ما راح اعمل سكيب عن الموضوع، تمام، السمري بس اسمع مسمى. انا حاطط لكم رؤوس اقلام، انه مثلا الكورتيكال 95% سبلاي بلاد، ايش يعني؟ انه بوصل لعند الكورتيكال نفرونز، تمام، انه هن اللوب انه ضلها مبينه. 80% اوف كيدنيز نفرونز، انه الكورتيكال نفرونز هي بتمثل 80% من الكيدنيز نفرونز بكل بساطه، تمام. يعني نفس مبدا ايش اللي هي حكيت لكم الاندوكراين فانكشنز تبعت اليورينري سيستم. انا مثلا اذكرك كيف حافظها على طول، اريثروبوتين ورينين وفيتامين دي وجلوكوجينيسيس، خلاص احفظهم. فيتامين دي بحاول اعطوه من اي اكتف لاكتف، الرينين عن طريق السيستم تبعه الالدوستيرون الانتيجين الالدوستيرون، تمام. انا عارف بجوز انتم مش حافظينها لسه، ولكن كمبدا يعني بحكي لكم. فبتصفي انت مجرد تقرا كلمه مفتاحيه بالسمري اللي هي الملخص حتتذكر الكلمه او الجمله الكبيره كامله، تمام. طيب هون طبعا حصلت لكم من 20 ل 30% من النفرونز حسب الرقم اللي اجانا، راح احط لكم لو اجى الرقمين بتختاروا 20%. طيب انا حكيت هسه عن انواع النفرونز العامه، ولكن ما حكيت عن الاستراكشر تبع النفرون، او خلينا نحكي الاناتومي تبع النفرونز يعني، تمام. هسه بدنا نبلش نحكي عنه، هو اخر صفحتين، اخر صفحتين عندنا لليوم. والله يعطيكم الف عافيه معي، والله يعطيكم الف عافيه جد، تمام. الكومبوننت تبعت النفرون عندي تو كومبوننت، تو مين كومبوننت، اما الفاسكولار كومبوننت، تمام، او التيبولار تيبولار كومبوننت. الفاسكولار اسم عم مسمى، ايش هي الفيسل، شو اسمه، اللهم صل محمد، الفيسلز او الهاي معناها اوعده مويه. في عندنا النفرون تتكون زي كانها من اوعده مويه من تيبولار انابيب، تمام. طيب نيجي على الفاسكولار كومبوننت، طلعوا حاط لكم الكومبوننت تبع الفاسكولار بالاخضر مبين، برضو تحت حاط لها ترخيص مريحكم من هاي الشغله اتوقع. لا مش حاطها، بحطه ان شاء الله. حلو. طيب وين رحت؟ عفوا تحت شوي، هون اوكي. ناس حط ترخيص، بحط لكم اياه ان شاء الله، انا ناسي بالغلط، مش مشكله، كل بضيفه ان شاء الله مخطط المحاضره عشان اكمل بكره الماده اللي ضلت. الفاسكولار كومبوننت، تمام، عندي على الترتيب، احفظوها، طلعوا على الترتيب. انا طلع شو بدي احكي، اوعيه دمويه معنى اخر هي تبلش تستقبل الدم من القلب وكانها، تمام. اول شيء بدي ابلش من وين؟ من الافرنت، وارد بده يعني زي كان بدي يعني كيف احكي لكم، زي ما بدا انه الكليه بدها تستورد الدم لعندها، تمام، عن طريق ايش؟ الافرنت ارتريول. حلو. منها من هاي بدها تروح وين على طول؟ للجلوميرولس، جلوميرولس، تمام، ليش؟ عشان يصير فلتريشن. خلصت عملية الفلتريشن بدي أبلش أكحشها لبرا، هاي عن طريق الإفرنت اللي هي الصادر من الكلية، تمام. بعديها البيري تيبولار كابيلرز، البيري تيبولار كابيلرز، تمام، اللي هي بنسميها إحنا الشعيرات حول القنوات بالعربي يعني. طيب نبلش حبة حبة، تمام، بكل بساطة. طبعا هاي وظائفهم سهلة، الفانكشن تبعتهم كثير سلسة، تمام، يعني ما بخوفوا أبدا. الافيرنت بكل بساطه انا بدي استورد الدم وكاني، تمام، ايش بدي اعمل معناته؟ كاري بلاد تو جلوميرولس بس، الله يعطيكم العافيه. حلو. وهنا الترجمه، الشرايين الوارد بنقل الدم للكبيبه او الكبه بسموها اللي هي الجلوميرولس بس، الله يعطيكم العافيه. الجلوميرولس ايش بيعمل؟ فلتريشن للدم، هاي فلتريشن بروسيس اوكيور، بتحدث فيها عمليه شو اسمه الفلتريشن. طيب اعطيكم معلومه، هي انا هي بديش اعطيكم اياها، خذوها مني بس، هي المعلومة الرئيسية لازم تعرفوها، غير هيك انه الجلوميرولس بيعمل فلتريشن ل 20% من الدم. انا كاتبها تحت بس انه لو تحفظ هذول المعلومتين يعطيكم العافية. هيك حفظت تقريبا الجلوميرولس كامل، بضل شغلة بسيطة مش اشي مهم، الاهم انكم تكونوا عارفين نسبة الفلتريشن 20% من البلد، تمام. هاي طلع بحكي لي الجلوميرولس هاي بيرميبل بلود فيسلز، هي باعتبار اوعيه دمويه ذات او شعيرات دمويه ذات، حلوه هاي، ذات نفاذيه عاليه، تمام. استاذ محمد طبعا بتفلتر بس 20% من الدم، تمام. تخيلوا الجلوميرولس صار لي سنه، بطلت اعرف احكي العربي والانجليزي الحمد لله، صار لي سنه وانا بحكي لكم الجلوميرولس هي الاساسيه، هي اللي بتنقي
هي وهي وهي وحنحكي وحنزهق وابصر شو، عشان بالاخر تفلتر 20% من الدم. تخيلوا، هاي هي الرئيسية في تنقية الدم في الجسم، وهي بتفلتر فقط 20%. تخيلوا. طيب اللهم صل على رسول الله محمد. اوكي، وبرضه هي فقط بتفلتر السمول مولكيولز او السمول بارتيكلز، تمام، مثل الايونز. حلو، ايش الايونز مثلا؟ حكيت لكم فوق، مثلا ممكن تكون من ضمن الايونز اللي هي الكاتايونز او الانايونز، مثلا ممكن تفلتر لنا ان اي بلس من ضمن الهاي، تعتبر هي من ضمن الايونز، تمام. هي مثلا تحفظوا ليش امثله عليها، ولا حد يهبد لي في جوجل يجيب لي مثال يقول لي زي هذا ولا زي هذا، لا، التزموا بالكاتبه انه هو اما من سلايدات او شيء توسع خفيف زياده جايبه، تمام، وهو بيلزمكم، تمام. يعني انا مش هابد من عندي كثير، اصلا مش هابد من عندي كثير، يعني مش هابد شيء خارج الماده، يعني ما بتصدق، تمام. طيب اللهم صل محمد. البروتينز طبعا انا حكيت لكم شو هي فعليا، بتعمل فلتريشن بس لمين؟ للسمول بارتيكلز او السمول زي كانها مولكيولز، تمام. فالبروتين معروف انه هو لارج ماكرو مولكيول او ماكرو مولكيول، اللي هو لارج مولكيول، تمام. ماكرو معناها ضخم او كبير، طبعا هو كبير بالنسبه للجسم وبالنسبه للممبرينز، ولكن هو البروتين بجوز بيجي قد دوب عليه الله عقلة اصبع يعني، تمام. تمام استاذ محمد. فالبروتينز بالنسبه للجسم والممبرينز تبعت الجسم والممبرين، عفوا الممبرين قصدي تبعت الكدني، تمام، يعتبر شيء كبير، فما بقدر اعمل له فلتريشن بكل بساطه. طيب the rest 80% of blood goes to efferent arteriole. طيب بكل بساطه انا حكيت لكم، انا يعني انا هسه لو ان شاء الله حكيت لكم اول مره شبكتها بعقلكم، بقدر ارجع يعني لو انا طالب، يعني بكون هسه رجعت حفظتها على طول. افرنت جلوميرولس، بعدها افرنت بيريتيوبولار، اللهم صل محمد، كابيلاري. خلصت الفاسكولار كومبوننت، كثير سهلين هذول، هذول بالذات اسهل من غيرهم لسه، تمام. طيب ال 80% شو بده يصير؟ تنتقل للمرحله اللي بعديها. المرحله اللي بعديها ايش؟ الافرنت ارتريول. طيب بكل بساطه الفانكشن تبعته ريسيف، برضه هي حرفيا يا جماعه الخير كل واحد، كل كومبوننت من هذول باخذ الدم اللي قبله بوديه للي بعده، باخذ الدم اللي قبله بوديه للي بعده حرفيا، تمام. طيب هات ريسيف بلود باعتبار استقبل الدم النت فلتر طبعا 80%. حبيبي شو اسمه، اللهم صل على محمد، الفلترد بلاد، تمام، بستقبله من الجلوميرولس، تمام، اند كاريت. كاريت فعليا وين؟ عند البريتيبولار كابيلاريز، حرفيا كل واحد باخذ من قبله وبعطي اللي بعده، باخذ قبله وبعطي اللي بعده، وكانهم ماشيين ماكينه واحده، سبحان الله، بيشتغلوا مع بعض. خد يعني اعطيني وبعطيك، اعطيني وبعطيك، حرفيا اعطيني وبعطي اللي بعدي، عفوا اعطيني وبعطي اللي بعدي، مش بعطيك نفسك، بعطي اللي بعدي زي هيك. حلو. بيري توبيولار كابيلاريز الفانكشن تبعتها هاي الوحيده بجيب شويه شويه تركيز، وانا حاط لكم الاحمر على الكلمات المفتاحيه بشكل عام، تمام. اللهم صل محمد. الفانكشن تبعتها اول شيء هاي معناها بالعربي اللي هي قنوات، عفوا الشعيرات حول القنوات، تمام. ايش القنوات مثلا؟ اي قناه مثلا ممكن تكون زي هنلي مثلا بتحيط فيها. حلو، ليه بتحيط فيها مثلا؟ تمام، هاي الكابيلاريز عشان اول شيء ريسيف يوسفول ماتيريال، اللي هي باعتبار ري ابسوربشن بمعنى اخر، بين قوسين انا محكيك بدي اخذ ريسيفنج لليوسفول ماتيريالز، بدي استقبل المواد المهمه. من وين بدي استقبلها؟ من شو اسمه، شو حكيت لكم الكلمه، فلاترات، والله نسيت الكلمه، انا نفسي نسيت. حلو، شو اسمه، هي باعتبار بدها يعني تمتص المواد المهمه من الماده او السائل اللي بتم تنقيته، تمام. كيف بدها تمتصه؟ عن طريق الري ابسوربشن، اعاده الامتصاص، هيك بدها تستقبل المواد المهمه، تمام. طبعا هي سراوندد تيوبلر كومبوننتس، اسمع مسمى، هي بتحكي لك هاي الكابيلاريز سراوندد تيوبلر كومبوننتس، هي بتحيط بالمكونات الانبوبيه، تمام. حلو الكلام، هي بتحيط فيهم، مزبوط، اسمع مسمى. طب انا ايش بحكي لك اسمها؟ هي الشعيرات حول القنوات بتحيط فيهم. حلو. طيب هاي طبعا كونكتد وذ رينال فين. رينال فين ليش؟ عشان الدم اللي زياده خلص ترجع ترجعه باتجاه القلب مره ثانيه، تمام. فهي اللهم صل محمد سبلايز رينال تشو. طيب اللهم صل محمد، هي ايش معنى هاي الكابيلاريز؟ هي بتعمل سبلايمنت للرينال تشو، تمام. ليش هي بتعمل الانسجه الكلويه سبلايمنت؟ انها تمدها في الاشياء المفيده، ليش؟ انه هي بيصير فيها ري ابسوربشن، هي بترجع تاخذ المواد اليوسفول ماتيريالز من الفلويد اللي هو اللي حكيت لكم الفلاتر اسمه، اتوقع حكيت لكم اياه، انا نفسي نسيته جد، تمام، مع النعس، هو مش نعسان بس مع الوقت المتاخر
مخك بطفي مع كثرة الشغل في اليوم الواحد. اللهم صل محمد. فهو عشان هيك هي يعني عشان هيك تحديدا هاي البيري تيبلر كابيلاريز هي تحديدا اللي بتعمل اللهم صل محمد السبلايمنت للرينال تيشو. ليه؟ انه هي بصير فيها ري ابسوربشن. طبعا هي بصير فيها جزء من الري ابسوربشن، مش كل الري ابسوربشن كمان، حتى الري ابسوربشن موزع على يعني على شو اسمه على جزيئات الكلى. حلو. and it's involved in exchange of fluid with tubular lumen. برضو هي مبسوط محمد الفلويد بتبدله مع شو بيحكوا لها الفجوه شو اسمها فجوه او التجويف الانبوبي، تمام، عشان تودي زي ما بيحكوها الفلاترت اللي هو الماده السوائل اللي بتتم تغطيتها، تمام، للجزء اللي بعدها. طيب الجزء اللي بعدها هو بيجي فعليا من تيوبلر كومبوننتس. طيب حاط لكم هنا نوت 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 بسيطه تنتين حلوات، تمام. الجلوميرال الجلوميرولس عفوا هو فعليا كابيلاري، تمام، فعليا يعتبر واحد من ضمن الكابيلاريز، تمام. بس في هذا الشيء بيميزه واحد عن كل الكابيلاريز، كل الكابيلاريز محاطه بارتريول واحد. مش كان يعني طلعوها بدي احاول ارسم لكم رسمه بسيطه، يا ريت تستوعبوها جدا. هي لو رسمت لكم اياها راح تفهموها جدا، تمام. طلعوا، انا فعليا هنا تحط لكم هاي الاسطوانه، تمام، عفوا هاي الاسطوانه هاي كده وهاي الاسطوانه، تمام. وفعليا هيك بصير في الجسم، مش مزح. هيجي من هون عندي زي ما زي ما بدنا نحكي اسطوانه صغيره، هاي من هون مثلا، هون من هون اسطوانه صغيره، عفوا من هون اسطوانه صغيره مثلا، تمام. راح تجي هون عندي بيجي شبكه 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 شبكه، يعني طبعا انا بدي ارسم لكم اياها هاي لو اجى على الصح، مثلا اجى على الصح بدها تكون زي ما بدها هيك، مثلا شبكه صغيره من هون من هون من هون من هون، شابكه على بعضها، الف شبكه وشبكه، الف شغله وشغله، تمام. هذا بيكون ارتري او فين، وهذا فين، تمام. يعني لو هذا ارتري هذا فين، وهذا فين هذا ارتري، تمام. حلو، نحط كلهم اخطاء بنفسجي، تمام. هاي هي على امنا، هذا راح تكون انه فين، بده يكون هذا اللي هو وريد، تمام. ولو هذا كان الارتري زي ما حكيت لكم حيكون هذا ارتريول اللي هو شريان، تمام. هاي في النص هاي هي الكابيلاريز، تمام. فنطلع شو رسمت لكم، هو شريان ووريد واحد يعني متصلين بالكابيلاري، تمام. في حالة الجلوميرولاس، تمام، بيكون في عندي شريان آخر مرتبط في الكابيلاري اللي هو الجلوميرولاس، تمام. وكأنه هيك بيكون الشكل. أتمنى تكون وصلتكم الفكرة، أتمنى. حلو، جميل. طيب فهو الكابيلاري الوحيدة، تمام، الجلوميرولاس اللي بيعتبر surrounded by two arterioles، مش واحد زي like all body capillaries. حلو، هذا الارانجمنت تبعه اللي هو باعتبار في عنده اثنين arterioles بيجي كالآتي، بيجي كأنه هيك arteriole من هون، هاي زي كأنها القناة، تمام. هاي الجلوميرولاس او الشبكة اللي هي الكابيلاري، بيجي هون كمان arteriole. حلو، او مش شرط المهم من هون كذا، بس انه متصل باثنين arterioles. شكله بالضبط تحديدا تحديدا يعني علميا انا بصراحه مش عارف، الرسم العلمي انه بالضبط صعب بصراحه يعني. حلو، هذا الاشي which increase filtration by increasing pressure، نفس الجمله اللي حكيت لك اياها فوق، زاد البريشر. طب انا صار عندي ضغط الدم زياده، صار عندي خطر، شو بدي اعمل؟ فلتريشن ريت بده يزيد، خلاص يعطيكم العافيه، بس بكل بساطه. انت كيف ماشي؟ طيب بحكي لي البريشر في الكابيلاريز العامة بشكل عام في الجسم كله من 10 ل 15 ملي متر زئبقي، اتش جي هي عبارة عن الزئبق، تمام. بس بالجلوميرولاس عشان حكيت لكم في عنده اثنين ارتريول مش واحد، فبالتالي البريشر تبعه هي حكيت لكم انكريزنج بريشر في عنده، تمام. في عنده البريشر اللي جواته 60 ملي متر زئبق، تمام. حلو، يعطيكم العافية، سامحكم بهاي النص من الورقة، خلص بكفي. انا بالعادة هون كنت كمان احشر لكم كمان معلومات، بس هيك خلص حرام. تيوبلر كومبوننت، حلو، كومبوزد اوف او مكون من الفوق، نرجع كيف فيهم بسريع من دون ما رجعت عليهم، اللي هي اللهم صل محمد شو كان اسمها، فاسكولار شو اسمه كومبوننت، تمام. كانت تتكون حكيت لكم ايش اول شيء يعني تستورد كانها، تمام، معناته افيرنت، بعديها بيجي الجلوميرولاس، بعديها الافيرنت، بعديها حيجي البيري تيوبلر كابيلاري. حلو، انا حكيت لكم يا اسطى اللي هي باعتبار الكومبوننت الاول من النفرون،
تمام. الكومبوننت الثاني تيوبلر كومبوننت كومبوزد اوف بومنز كابسول بروكسيمان كونفولو كونف كونفولوتد تبيول تمام، واللوب في هنلي والديستال كونفولوتد تبيول والكولكتينج كولكتينج داكت تمام. حلو، تكون من 5 أجزاء. للأسف هذول مش كثير مربوطات زي اللي فوق، اللي فوق كان نوعا ما تحسهم على نفس الريتم، نفس القافية نوعا ما وسلس هيك، تحسهم خطاب. هاي كنت تحفرون حفرة، فتبلش بومان بروكسيمال بروكسيمون عفوا بروكسيمال او بروكسيمال، طبعا هاي بروكسيمال كاسم، بروكسيمال بتصير زي كأنها كصفة تمام. اللهم صل محمد. بعديها اللوب في هنلي، بعديها الديستال كونفوليتد تبيول، بعديها كولكتنج دكت، بس برضه صدقوني سهلات وحلوين. طيب نبلش ببومن. بومن حكيت لكم فوق من ضمن المعلومات، صفت حكيت لكم معلومه برضه بتساعد في الفلتريشن، بالاضافه مو بيساعد في الفلتريشن، حكيت لكم الرينال بايراميد، الرينال بايراميدز حكيت لكم الرينال بايراميدز، بس الوظيفه الاهم لها ايش؟ تعمل ووتر كونسنتريشن ريجوليشن عندي وذن ذا كيدنز تمام. اللهم صل محمد. ففي اكثر شغله بتعمل فلتريشن. المهم من البومن هي من ضمنهم تمام. ايش مميز البونن؟ تعتبر من الكاركترستكس تبعتها اللي هي الصفات المميزه او سماتها المميزه، اللي هي تحتوي على دبل ممبرين، دبل بوندد ممبرين معناتها غشاء ثنائي تمام. سراوندد جلومرولس، حلو، معناته الجلومرولس برضه يحاط وحكيت لكم انه هو حد لسه قبل شوي حكيت لكم هو سبيشال كابيلاري، مظبوط سبيشال كابيلاري. شو ماله هذا سبيشال كابيلاري؟ اللهم صل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، نكسر حسنات المراكب. حكيت لكم بيميزه عن كل الكابيلرز الثانيه انه باعتبار سراوندد باي تو ارتريولز، فبالتالي البريشر تبعه 60، مع انه كل البادي كابيلرز الثاني 15 ملم زئبق، مش هو 60. فهو برضه شغله ثانيه بتميز الجلوميرولاس تمام، انه هو سراوندد باي دبل باوندد ممبرين اللي هو غشاء ثنائي تمام. حلو، هيو كولكتس فلتريتس، هي الكلمه صار لي ثانيه حكيت لكم حتشوفوها. الفلتريتس هي السائل او الماده اللي بيتم تنقيتها خلال الكلية تمام. هي طبعا تحتوي على جزء بسيط منها بالآخر بيكون يورين تمام، وجزء بسيط يكون 1% منها. المهم تمام، برضو نفس مبدأ اللي قبليهم، كل واحدة فيهم الفلويد بتاخذه من اللي قبلها بتوديه لبعدها، بتاخذ من اللي قبلها بتوديه لبعدها. هاي ان كاريت اللي هو شو اسمه فلتريت كاريت تو بروكسيمال تبيول تمام. حكيت لكم هسه بروكسيمال او بروكسيمال تمام، بتودي للبروكسيمال تبيول، والترجمه برضه موجوده. بومن طبعا كبسوله بومن هي غشاء مزدوج حكيت لكم، هو غشاء ثنائي زي كانه بحيط بالجلومرولاس الكبيبه. كولكتس ايش الفلتريت، هيها يجمع المواد المفلتره، هي فعليا بتكون سائل سوائل يعني طبعا تمام تحديدا. ها بس خلص اوكي خليها مواد مش مشكله، بحملها وبرسلها للانبوبه الملتويه القريبه. بروكسيمال كونفوليتد تبيول معناها انبوبه الملتويه القريبه، والديستال هاي كونفوليتد تبيول معناها الانبوبه الملتويه البعيده تمام، ولوب في هنلي معناها ثانيه هنلي كولكتنج داكت القناه الجامعه، برضو كلهم معانيهم مكتوبه جنبيهم تمام. حلو، بلش بيه بروكسيمان كونفوليتد تبيول. في عندي فيها uncontrolled resorption reabsorption عفوا and secretion of selected substances occur here. في عندي شغله بتميز تمام، شغلتين حتى هم هسه، الشغله الثانيه موجوده تحت بالنوت حطها انا تمام، بتميز البروكسيمان تبيول. شو هي؟ انه بصير في عندي ان كنترولد ري ابسوربشن وسكريشن اوف سيلكتد سبستانسز. ايش معنى ان كنترولد ري ابسوربشن وسكريشن؟ بصير في عندي هون حاله امتصاص تمام وتكون او افراز لسبستانسز مواد معينه، هاي الامور مش بايدي تمام. متى بتصير هاي الامور؟ في البروكسيمان تبيول بروكسيمان كونفوليتد تبيول تمام، بتصير هاي ان كنترول، هي مش بايدي غير متحكم فيها هاي اعاده الامتصاص والسكريشن شو اسمه الافراز تمام. متى طبعا بتصير هاي؟ بس تحتاج، بس الكليه تحتاج هذا الاعتبار، بتعمل عمليه الري ابسوربشن والسكريشن، هاي اللي هي بتكون ان كنترول او غير متحكم فيها بالعربي تمام. وبرضه التكمله نفسها حكيت قبل شوي، من وين بدها ريسيف، تستقبل من قبلها تعطي بعدها، من قبلها بومان، من بعدها هنلي، ريسيف فروم بومان جيفز او باعتبار سند لهنلي تمام. حلو، لوب اوف هنلي. في واحد شغله بسيطه، الشغله الثانيه طبعا تبعت البروكسيمان اللي هي موجوده تحت في النقطه اقراها تمام، انه اغلب عمليه الري ابسوربشن، موست اوف ذا ري ابسوربشن بروسيس بتصير فيها اغلب عمليه اعاده الامتصاص لليوزفول ماتيريال بتصير هون في البروكسيمان تبيول
تمام، اللي هي الأنبوبة الملتوية القريبة. حلو. طيب لوب فيني establishes an osmotic gradient in the renal medulla that is important to the kidney's ability to produce urine of varying concentrations. أترجم اللي حكيته. اللوب فينلي إيش أهميتها؟ تنشئ أو بتنتج منها أوزمتيك جريدينت، تمام؟ وين؟ في الرينال ميدلا، تمام؟ طب إيش أهمية هذا الأوزمتيك جريدينت اللي بعمله أنا؟ إيش الإمبورتنس تبعته؟ بنتج لي يورين بديفرنت كونسنتريشنز. بمعنى اخر، هو طبعا عشان تكونوا بالصوره، هاي الموضوع بحثت عنه انا بصراحه، انا شخصيا تعمقت فيه شوي. شو اسمه الفلتريت، تمام. انا هاي ببلش في الكليه، ارجع بالله لهون شوي من بعد اذنكم، تمام. ها بالدفتر انا بلشت في الكليه، دخل عندي الدم اللي بده يصير عنده فلتره عن طريق الارتري هاي، تمام. ودخل مثلا طلع لهون وبلش يطلع، نزل دخل هون، طلع نزل دخل، ابصر شو طلع لهون بالاخر عشان يطلع من هون، تمام مزبوط. خلال هاي المرحلة كاملة، تمام، بسميه فلتريت أنا، لغاية ما يطلع. طبعا عفوا أنا عشان أكون دقيق بالمعلومة، أنا غلطت بشغلة هون، وما بيطلع من عند الفين، مش كله يعني بيطلع من عند الفين تحديدا يعني، تمام. جزء منه هون بيطلع من صوت محمد الحالة باليوتر شو اسمه يوريتر، والجزء الآخر بيطلع عن طريق الفين، تمام. حلو. اللهم صل محمد. فاللي بفوت هذا الدم، تمام، انا ما بطلق عليه يورين، وجوه الكليه نفسها ما بنتج يورين. يعني الكليه هي ما بتنتج يورين انه يلا بدي اطلع من حالي يورين، لا، اليورين بنتج من خلال عمليه التنقيه اللي بتعملها الكليه، تمام. عفوا خليني اضبط لها كذا هنا، حلو الكلام مفهوم. فانا اليورين نفس، عفوا الكدني نفسها ما بتنتج يورين انه هي يلا انا عندي كان هنا مثلا 10 مل، هون 10 مل بعيد عن كوبول، وصلت هون الكلية يلا خذها 15 كمان 10، صرت لك هون 20 ويلا روح شغالي. لا مش زي هيك، هي فقط بتنتج اليورين بنسبة 1% فعليا من الفلترات هاي، المادة السوائل اللي بتم تنقيتها بس 1% منها بروح على شكل يورين، تمام، في الكلية، بيكون يلف على كل الكلية. هذا الفلترات بلف على كل الكلية ومنه بنتج اليورين، تمام. فهاي الكلمة هون كل هذا اللي حكيته، بس انا اوضح لكم وين انا رحت. بس انا اوضح لكم هون produce urine of varying concentration، هاي يعني مش انه هي بتنتج يورين جديد، انه والله كان عندي 2 مليون زي الكلية انتجت كمان 3 مل صار 5 مليون، لا، يعني هي هاي بمعنى اخر بتغير في الكونسنتريشن تبعت اليورين. حكيت لكم زي ما توصل عند الكورتيكال نيفرونز، حكيت لكم بتقلل فعليا هي من الكونسنتريشن تبعه، بس لما توصل عند الجي ام ان اللي هي جوكستا ميدلاري نيفرونز، تمام، بتزيد الكونسنتريشن تبع اليورين. فهمت علي كيف؟ فالهنلي لوب بتلعب في الكونسنتريشن تبعت اليورين زي كانها، تمام. وزي ما حكيت لكم قبل، بتستقبل ريسيفز فروم ذا بروكسيمال او بروكسيمال تبيول، بتودي للبعد الديستالد، تمام. طيب الديستال، اللهم صل محمد صلى على النبي، ديستال كونفلوتد تبيول، تمام، هي كنترولد. طلعوا شو الفرق، طبعا طبعا ركزوا الفرق بينها. طبعا هي ثنتين انبوبه ملتهيه، واحده قريبه واحده بعيده. القريبه ان كنترولد ابسوربشن بصير فيها، ولكن البعيده بصير فيها كنترولد ابسوربشن، تمام. حلو، اللهم صل محمد. بصير كنترولد ابسوربشن لمين؟ للان اي بلس والاتش 2 او. انا يعني باعتبار في الديستال كونفولوتد تبيول بعمل ري ابسوربشن كنترول، تمام، متحكم فيه من قبل الجسم والكليه باعتبار، تمام، للان اي بلس والماء تحديدا، تمام. عشان هيك حكيت لكم اصلا فوق ليه هي فعليا لما يزيد البريشر بتزيد شو اسمه الكونسنتريشن تبعت اليورين، لانه انا بمتص الميه، فبطل المي هي باعتبار حكيت لكم اليورين هو عباره عن مي وسكر. طيب انا قل تركيز المي، بطل في عندي سوائل، زاد زي كونه كتم بعيد عن كلهم البول بصير اغمق. تدري كيف؟ طيب وبنفس الوقت بصير في عندي في الديستال تبيول سكريشن اوف كي بلس اند اتش بلس، اللي هو في البوتاسيوم والهيدروجين، وبرضه نفس كل شيء. يعني هاي زي سمه عامه للكل، ريسيف فروم هين اللي تطاطل بعده مين كولكتنج داكت، تمام. اخر خلص هي اخر ندفع وخلصنا، يعطيكم الف عافيه. كولكتنج داكت ريسيف فروم ديستال تبيول، تمام. الفلويد منها اكزيت خلص بيكون يوراين، اللي هو هون خلص طلعوا، عفوا هون
يروحونه، زي كأنها طلعوا، زي كأنها هون مثلا، هاي طلعوا هي في البيضة، هاي الخفيف البيضة، وكأنها هي هاي هي القناة الجامعة، خلاص اللي هي بتودي هون عند البلفس، لأن البلفس حوض الكلية، حوض الكلية بتودي له عند الحالب اللي هو اليوريتر وشو اسمه، وبصير على إنه اللهم صل على محمد، بصير شو اسمه، بطلق عليه بدل فلتريت بسميه يورين، وبصير هو بول بالجسم بتخلص منه. تمام، طبعا بوصل للبلادر هي المثانة وللإحليل اليوريثرا وإلى آخره. حلو الكلام لهون، والله مسك محمد. طيب اكزيتس عفوا، كولكتنج داكت از كولد يورين. تمام، بسميه انا، بصير له بسميه انا بالعامي بين الكبوت. طيب حكيت لكم ري ابسوربشن موست اوف ات بصير في البروكسيمال، حكيت هاي المعلومه. تيوبلر كومبوننت ميد فروم سنجل لاير اوف ثيليال سيلز، ما حكيت هاي المعلومه، احفظوها. الفوليوم اوف ذا فلترد فلويد 125 مل كل منت. ركزوا، هذا 125 مل كل منت، تمام، هو الفلتريت، تمام، اللي بيمشي في كل الكلى اللي حكيت لكم المسار الهندوسي هاي، تمام، هون وهون، تمام، هذا هو 125 مل، تمام، 1% منه، واحد عفوا 1 مل قصدي منه، او لا عفوا 1%، صح 1%، تمام، 1% فقط منه بروح على شكل يورين في النهاية. تخيلوا 125 مل بروح 1% منه، يعني يا دوب مل فاصلة اثنين تقريبا، يعني 1.2 مل بروح يورين بير مينت. تخيلوا يعني جسم الإنسان كل دقيقة بيفرز 1.2 مل يورين خلال دقيقة تقريبا. تمام، شو اسمه الماتيريالز ذات كان بي فلترد. حكيت لكم انا فوق، مش كل الشغلات ممكن تصير لها فلتره، زي البروتينز ما بقدر اعملها فلتره، تمام، بس في شغلات كثير بقدر اعملها فلتره، زي الايونز، امينو اسيدز، حكيت لكم اياهم ترى فوق برضه، ووتر، الووتر طلعوا 99% منها ري ابسورب. تخيلوا يعني اغلب المي انا اصلا بتضلها في جسمي تلعب، ما بتطلع برا. وجلوكوز برضه انا باخده بنسبه 100%، برجع بمتص الجلوكوز. واليوريا، اليوريا طبعا مش اليوريا، اليوريا بتختلف، حكيت لكم عنها، تمام، هي اليوريا لا تعتبر بول، بمتص 45 25% منها. حلو، شو كنت احكي، تعليق بسيط، اي شيء طبعا يا اخوان يا صبايا عفوا بصير له فلتريشن معناته بصير له ري ابسوربشن، خذوها هاي قاعده، اي شيء انا بقدر افلتره معناته بقدر ارجع امتصه واطلع منه يوزفول ماتيريالز، فهاي كلهم فلترد، تمام، معناته بقدر اعمل ري ابسوربشن للايونز، وفعليا هو بصير ري ابسوربشن فعليا. والامينو اسيدز اتوقع برضه نسبه 100% بتمتصوها، بيرجع بيمتصها الجسم. شو اسمه، الجلوكوز 100% حكيت لكم، المي 99%، 50% يوريا بترجع بتم امتصاصها، تمام. رسمي مش حقدر افيدكم فيها بصراحه، ولا يعطيكم الف عافيه. لهون خلصت المحاضره، خلص ان شاء الله المحاضرة الجاية بتكون غالبا بعد يومين، اشي زي هيك، غالبا بعد يومين، تمام، يعطيك الف عافية، بعتذر على الاطالة، حد عنده اي سؤال؟ شكرا لكلنا، حبيت، الله يعطيك الالف عافية، الله يعافيك يا رب، انا هي بدي افصل الشير ريكوردينج